لو كنت للنجمة هيفا وهبي، صباح الخير لكل اللي عم بتابعونا. بلشنا بهالديو الغنائي للديفا هيفا وهبي اللي دايما عودتنا على كل شيء جديد، أغنية ولا أحلى من هيك بعنوان لو كنت، اللي تصدرت يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي وحققت millions of viewers. أكيد عم نحكي عن الفيديو كليب من إخراج المخرج حسام الحسيني والديو الغنائي مع الفنان المصري أكرم حسني. شو هالديو الحلو وشو هاللعب على الكلام بهالأغنية، يعني ديفا هيفا وهبي شو ما عملت بتضلها حلوة ومبدعة ودايما متجددة بأفكارها. هيفا وي لاف يو، الف مبروك على لو كنت. حبينا نفتتح برنامجنا صباح اليوم مع هالاجواء الفنيه الحلوه لنغير جو دائما نحن وياكم ساعتين من الوقت، ونجوم وضيوف رح يرافقوني ونتشارك نحن وياهم مواضيع عديده خلال لقائنا. ولكن بدايه فقراتنا مع حركه المرور لنشوف وضع الطرقات اليوم. صباح الخير للمؤهل الأول محمد معتوق، رح يفيدنا بكل التفاصيل مباشرة من غرفة عملية التحكم المروري. يعطيك ألف عافية وصباح الخير. إيه صباح الخير، يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك، تفضل. يعني مثل كل يوم تعودنا نحن في عنا حركة سير خاصة على المحطات الوقودية، بتسرع حركة السير. يعني ما داخل بيروت مثل كل يوم عنا حركة ناشطة دون توقف، إنما المحطات بعض المحطات على مداخل مدينة بيروت عم تسبب ضغط سير خاصة. المدخل الجنوبي عندنا ناعم الدمور، عندنا حركه كثيفه بسبب محطه الوقود، وكذلك عندنا مدخل الشمالي من ام طليس لنهر الموت حتى الكارنتينا كمان طريق البحريه بشكل حركه كثيفه على هذا المحور. داخل العاصمه عندنا بس في عندنا قطع لطريق كورنيش مزرعه امام جامع عبد الناصر، وعندنا في طرقات كمان ببيروت كمان بشكل حركه كثيفه بسبب محطه الوقود. بقية الطرقات و مفتوحة معنا أي عائق أو كل الطرقات حتى الساعة. هذا بالنسبة لحركة السير. الحوادث في 24 ساعة الماضية سجل عنا 13 حادث للأسف نتج عنهم قتيل و19 جريح. السرعة زي الرادار سجل عنا 798 محضر سرعة زي خلال 24 ساعة الماضية. أكيد نحن عبر شاشتكم بنناشد المواطنين التأييد بالسرعة المحددة على الطرقات العامة وعدم التلهي بالهاتف أثناء اليد المسبب الرئيسي للحوادث. نحن دائما على تواصل مع الوطن على خط 1720 او 112، هذا كان كل شيء حد الساعه. يعطيكم الف عافيه المؤهل الاول محمد معتوق، شكرا للمشاركه الصباحيه عم بتفيدونا بكل التفاصيل مباشره من غرفه عمليات التحكم المروري. حظنا مع الابراج واجمانه وهبه. صباح الخير، واليوم 17 حزيران 2021 وتوقعاتنا الفلكيه لهذا النهار، ومثل العاده مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، بامكانك تحقيق الكثير من اهدافك على الصعيد المهني، وخصوصا انه الفلك عم يتحدث عن ظروف مناسبه للتحرك على مشاريع جديده او للانتقال في العمل. واما عاطفيا عم بترافقك مشاعر سلبيه ما عم تعرف تتخلص منها بسهوله، قد تكون مرتبطه بمزاجيه الشريك وعواطفه المتقلبه معك بشكل دايم. مولود برج الثور، المطلوب منك التركيز على مشروع مهني محدد بدل من الضياع اللي عم بتعيشه بانتظار مبادرة مهنية من جهة بعيدة بعدك متأمل فيها من فترة طويلة. وأما عاطفيا تبدو إيجابي بطريقة تفكيرك وجاهز بنفس الوقت للبدء بعلاقة عاطفية جديدة أو لحل خلافاتك ومشاكلك السابقة مع الشريك. مولود الجوزاء، بعدك محافظ على مكانتك في العمل بالرغم من الظروف القاسية والتأثيرات السلبية اللي عم تشغل راسك فيها بشكل دايم وخايف أن تطالك مباشرة. وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن تسوية عاطفية من المحتمل ترضي الطرفين ولربما تجبرك على تخصيص وقت إضافي لبعض المشاكل المالية المرتبطة فيكم سوا. مولود برج السرطان، عم تنشط حركة الاتصالات عندك وعلى نطاق واسع وتبدو نتائجها أصبحت على مسافة قريبة منك بهدف الالتحاق بوظيفة جديدة على مستوى مهم. وأما عاطفيا تبدو الأجواء مناسبة للبدايات الحقيقية أو لمعالجة خلافاتك السابقة مع الشريك ولكن بأسلوب ودي أكثر. مولود
الأسد ظروفك الحالية عم بتسبب لك تأخير واضح مرتبط بتحسين وتطوير وضعك المهني بالشكل المطلوب، ومن المتوقع تحصل على فرصة عمل عن طريق أحد الأصدقاء. وأما عاطفيا كأنك عم تختبر مشاعر الشريك ببعض التجارب أو المواقف الخاصة عن طريق عائدات مالية مشتركة بتخص الطرفين. مولود برج العذراء عم تتحرك على زيادة فرص مكاسبك المادية بهدف رفع مستواك المالي قبل البدء بأي نشاط مهني خاص فيك، بالإضافة لإجراءات جديدة مرتبطة بوظيفتك الحالية. وأما عاطفيا ما في داعي لتأزيم العلاقة مع الشريك على مواضيع أصبحت قديمة حتى ولو تأثيراتها بعدما انتهت على الآخر بيناتكم. مولود الميزان يبدو أنك أمام مرحلة مهنية حاسمة رح تجبرك على اتخاذ القرار المناسب، أما بتطوير وظيفتك أو بالتخلي عنها باتجاه شيء جديد. وأما عاطفيا تغيير أسلوبك مع الشريك محتاج للالتزام أكثر بخصوصية العلاقة وحمايتها من تأثيرات مشاكلك السابقة معه. مولود العقرب تبدو مهتم بتطوير علاقات مهنية مهمة، ومن المحتمل تكون سبب بتوفير فرص للمصالحة مع جهة اختلفت معها بالسابق أو لترتيب أوضاعك بشكل أفضل. وأما عاطفيا بعض النقاط المشتركة رح تقوي روابط التواصل العاطفي بينك وبين الشريك ورح تساعدك على مواجهة الوقائع السلبية يلي مرقتوا فيها سوا. مولود القوس عم تشعر بالقوة والجرأة على فرض نفسك وقناعاتك المهنية، والأجواء تبدو مناسبة للبدء من جديد أو لتطوير أعمالك بشكل مختلف عن السابق. وأما عاطفيا عم تتوضح قدامك الأسباب الخلافية اللي كانت غايبة عنك طول الفترة الماضية، والوقت أصبح مناسب لتحديد مواقفك من الشريك. مولود برج الجدي عم بتخطط للانتقال إلى مكان عمل جديد، وكأنك عم تستعجل القرار بدون ما تتأكد من نتائج الخطوة، بالإضافة لمتابعة مرتبطة بأوراق قانونية مطلوبة منك. وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن روتين عاطفي غير مقبول بالنسبة لك، وتبدو غير قادر على فرض قناعاتك على الشريك بالوقت الحالي. مولود برج الدلو عم تتيسر أعمالك بشكل مقبول بالرغم من أنك متخوف من بعض القرارات اللي عم ينحكى فيها بداخل محيطك المهني. وأما عاطفيا مزاجيتك وانفعالاتك ممكن يفسرها الشريك بطريقة خاطئة، ومن المحتمل تتأزم العلاقة بينك وبينه فانتبه. آخر الأبراج معنا مولود الحوت، الفلك عم يتحدث عن مفاجآت حلوة وتباين بالآراء والمواقف مع جهة مهنية عم تسعى لتأسيس مشروع عمل معها. وأما عاطفيا عم تتبدل نظرتك للأمور بشكل إيجابي، ويبدو أنك على استعداد لتصحيح بعض الأخطاء والظروف الصعبة الخاصة بوضعك العاطفي. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار. نشوفكم بكرة، دلكم بألف خير، باي باي. وتضلك بألف خير جمعنا وهبي. هيدي كانت فقرة الأبراج، وهلأ رح نروح على الموضة. كل أخبار الموضة مثل ما تعودتوا مع شانتال أزي. صباح الخير شانتال. صباح الخير، كيفنا؟ الحمد لله ماشي الحال. ناطرين الكولكشن مع بس بدنا نصورها. بس حسب ما عرفت هيك خبرتني العصفوره شيء كثير حلو. اكيد الف مبروك، بتستاهلي. دائما عم نذكر فيها لانه ناطرينها، يعني انه وين صارت هالكولكشن. اليوم عن شو بدنا نحكي شانتال؟ اليوم بدنا نحكي كيف فينا نلبس زيت القطعه بـ different styles أو حتى بعدة طرق، يعني هي نلبسها بعدة طرق أو نلبسها بـ outfits مختلفين. أوكي. كنقدر نستفيد من نفس القطعة بخزنتنا. مظبوط، يعني مش بالضرورة يكون عنا كمية كتير كبيرة من القطع كرمال نعمل outfits street style اللي نحنا منحبها. في يكون عنا قطع أساسية بالخزانة نلبسها بطرق مختلفة، ومعروفين شو هن هول البيسك ايتمز المهمين. مثلا الشميز الاوفر سايز كثير مهمة لأنه فيك تلبسيها بكذا طريقة، البليزر، التيشيرت، البلاك دريس، يعني هول أشياء على طول فيك تلبسيهم بنهار بالليل على الظهرة وتغيري فيهم للأوتفيتس. بقى اليوم رح نشوف كيف فينا نلبسهم بالستريت ستايل لوكس اللي نحن بنشوفهم على طول. هلا اكيد ساشا القطعه بس تكون اوفر سايز بتساعدنا انه نقدر نعمل لها ستايلينج اكثر، يعني حتى مش بالضروره انه تشتروها للشميز الاوفر سايز، فيكم تستعملوا شميز خيكم بيكم، حيالها شميز رجاله بتزبط كاوفر سايز لوك، وفيكم تلبسوها بتصيروا بكذا طريقه. مثلا مثل ما عم تشوفي باول لوك هون ملبوسه فيري سمبلي مع بايكر شورتس وميولز وساندلز، وتنربط الشميز على الخصر او حتى اذا انفلتت مع
بايكر شورتس كثير ترندي ودارجه، او مثل ما لبستها كاندل جانر تي شيرت مع بانتس اللي بتلبسوه عاده بالسوت او على الشغل، وهي لابسه الشميز كجاكيت وعاطيه ستيل كثير حلو مع ساندلز بالاجر، كثير دارج تلبسه لوك ربيعي او صيفي او شتوي مع ساندلز او مع ميولز. يعني حتى برا بالبلاد اللي هلا بمساقب عندهم طقس اسقع عم يلبسوا حتى ساندلز وعم يلبسوا مفتوح بالاجر، كثير دارج وكثير ترندي هالفتره. شغلة تانية كتير فينا نعملها بالشميز هي انه هلا لانه دارج تلبسي شيء فوق الشميز، فيك تلبسي كورسيه فوق الشميز، فيك تلبسي كروب توب مثل ما عم تشوفها بالصورة الثالثة، كروب توب فوق او حتى نيون كولرز اللي دارجين هيدي السنة. هي حكينا عنهم يمكن بالسيجمنت اللي قبلها. صح، كتير سهل انكم تلبسوا الكروب توب النيون او اللون اللي حابين تخلطوه فوق الشميز. هلا كل شخص بحب يلبس الشميز بلون معين، بس عادة الشميز البيضاء هي من اكثر الشميزات اللي بتقدروا بقى كل شيء تستفيدوا منها بعدة لوكات. هون حبيت فرجي كيف كمان زيت الايتم انتو كيف تلبسوها فيكم تغيروا فيها. يعني الشميز البيضاء فيكم تربطوها ككروب توب مثل اول صوره، او تنعمل كم اي كم لا، او تنقلب وتصير اوف شولدر تربط على الظهر، فيكم تربطوها اوف شولدر وتبكلوا الزر شوي واطي هيك بيعطي ببين الكتاف وبتطلع توب اوف شولدر حلوه. او شغله ثانيه كثير دارجه وكثير عم نشوفها بالستريت ستايل هالموسم انه تلبسوا الشميز بالقلب. كثير بسيطة الخبرية وكتير تراندي، تبرموا الشميز وتبكلوها من وراء أو تربطوها مثل ما هي عاملة وأديتها على حلوة مع البانتس. صح. يعني في عندك 7 طرق تلبسي فيها نفس الشميز بعد ما فتنا بالستايلينج. يعني تخيلي قدي فيكم تعملوا أوتفيتس من قطعة واحدة. شغلة تانية رح نحكي عنها اليوم كتير أساسية تكون موجودة بالخزانة وكمان فينا نلبسها بعدة طرق كلوكيت كاجوال سبورتس وير أو حتى لوكيت رسمية، هي البليزر السوداء. كل واحد فينا البليزر اللون اللي بيحبه، أكيد البليزر على طول الألوان البيسكس بتساعد أكتر، بس كل واحد بحب اللون لون معين، في اشخاص بتحب النيود او الابيض اكثر من الاسود، بس نحن رح نشوف شو فيكم تلبسوا من نفس البليزر كمان بعده طرق. البيسك لوك اكيد مع دانم جينز او موم جينز وتي شيرت بيضا ما في اسهل من هاللوك، بيكون ستريت ستايل لوك كثير مرتب. تاني لوك عم نشوفه هو مع اللونج وير اللي حكينا عنه باول الموسم انه كثير دارج تلبسوا اللونج وير مع بليزر فوقه، كتير لبسنا هيك بالشتوية وكتير سهل هيدا اللوك. هلا عم نلبسه كروب توب وجاكيت لونج وير وفوق البليزر بيعطي لوك كتير حلو. دانا حوراني لبسها البليزر تكت ان تحت الجينز، كتير كمان ستايلش اللوك اللي هي لبسته. تخيلوا قد ايه عن جد تقدروا تستفيدوا من زيت الايتم بالستايلينج انه يطلع اللوك مختلف. يعني هي لبسه كنزه تحتها وحتى البليزر نيود خلطه لونين وشي تكتت ان تحت الجينز وطلع كثير حلو، طلع ستايل جديد كمان. صح. فينا نعمل الجور لوك اللي كثير دارج انكم تلبسوا الانكل سكيرت يا دانتيل يا تيول وتعملوا البليزر انفلوب بليزر تحطوا بيلت. الانفلوب بليزر كمان كتير سهل تعملوه بحيلا بليزر او بالاوفر سايز بليزر، بس بتزيدوا بيلت وبيعطي لوك كمان كتير حلو ما بتبين انها هي زيت البليزر. يعني هون فيها تكون نفس البليزر بهول الخمس لوكات عم تلبسون ستايل شيء كلاسيك وحتى سبار اكثر كمان. صح، انتم كيف بتحبوا شو عندكم حسب شو عندكم، وبعدنا بزيت الايتم وما حدا رح ينتبه انه زيت الايتم، بس انتم بتلبسوها بطريقه مختلفة. واكيد مثل ما شفنا قبل بالشميز البايكر شورت صار من الاشياء كمان اساسيه بالخزانه، فيكم تلبسوا البليزر مع البايكر شورت. رح نكفي بعد ونشوف لوكات بعد زياده فينا نعملها بالبليزر. حكينا عن الجار لوك اللي عاده بيلبسوا جرافيك تي شيرت بليزر مع انكل سكيرت يا بليستي يا مع رافلز. تاني لوك بحبه كثير انا هذا الستيل انك تقدر تعطي هيدا الكلاسي لوك بالبليزر بكل بساطه انك تزيد بلت حلو. يعني ما انا عامله شيء لابسه البليزر زيد بلت عريض حلو انه حددنا الخصر كمان ولبسنا سكارف اسود غامق وعطى لوك سوبر كلاسي بالبليزر. اللوك الثالث سهل كثير، كروب توب وبانتس في يكون معمول من نت وير، في يكون لونج وير، في يكون جينز وتلبسوا البليزر فوقه. اللايرينج دارج كثير، اللايرينج يعني تلبسوا كذا جاكيت او جيلي فوق جاكيت او شميز جيلي جاكيت، يعني يكون في كذا لاير بالاوتفيت وقت تكونوا لابسينه مثل ما عامله ناجين باللوك البني.
وشغله كمان حكيت عنها بالسيجمنت الماضي، دارجه كثير بالستريت ستايل، يا تلبسوا جاكيت دينم فوق بليزر او تلبسوا بليزر فوق جاكيت دينم. وهون الشغله الجديده اللي عملتها ان هي لبس الكروبت جاكيت دينم، لبستها بوليرو فوق البليزر وكمان طلع ستريت ستايل لوك. فكرت هيدي الجاكيت هيك لا هي لبستهم فوق بعض وكثير دارج تلبسيهم فوق بعض، حتى انه بالقلب يعني تكون لبسه جاكيت جينز وزيدي فوق البليزر وتبين القبة من تحتها، تطلع كثير ستايل اوكي كثير حلوه. ثالث شغله رح نحكي عنها لليوم، حكينا عن الشميز وحكينا عن البليزر، ثالث شغله رح نحكي عنها هي الجرافيك تي شيرت. الجرافيك تي شيرت من النمبر 1 ترندز هيدي السنه، بلشنا نشوف التيشيرتات على الرانويز، عاده الرانويز بتنترك للايتمز اللي بيكونوا اكثر مش هالقد كاجوال او سبورتي، بينما هالسنه كثير كان في بالستريت ستايل فاشن الجرافيك تي شيرتس، لانه بتحس انه العالم فيها شوي تعبر عن الاشياء اللي بدها تحكي عنها او اللي بدها تقولها بالمسجز المكتوبه على التي شيرتس. شفنا كثير تي شيرتس عن فيمينيزم، شفنا عن القوة، شفنا عن الإيكواليتي، المساواة، المرأة، كل هالأمور العالم اللي حبت تعبر عنها كانت عم بتكون موجودة على التيشيرتات، وصار ترند وصار من الأشياء اللي كتير سهلة إنكم تخلطوها. حتى ديزاينرز لبنانية كمان اعتمدوا هيدا نحن كتير بالفترة شفنا أشياء مكتوبة بالعربي وأشياء حابين نحن نقولها وأشياء لبيروت وكانت عم تتقدم لجمعيات أو هول كتير صاروا ترندي وكتير حلوين إنكم تلبقون مع الاوتفيتس، وبالذات الوقت بتكونوا عم بتفيدوا اللبنيز ديزاينر والجمعيه اللي عاده هن بيشتغلوا مع الفكره. كثير حلوه وكثير موجوده بالستريت ستايل، وحلو انكم تخلطوا بالالوان. يعني انت بتعرفي ساشا انه هلا صار دارج تلبس الروز والاحمر والموف مع اورانج وهذا الخليط بالالوان القويه، قد ايه حلو هون انه تيشيرت بيضه وحمراء بليزر زهر وجاكيت فوق احمر، وكثير عادي باب كولر هيك كومبو حلو باللوك اللي عم نشوفه. اوكي منكفي كمان بالصور، بعد عنا دقيقه شانكار صح هون، بس بدنا نشوف كمان الجرافيك تي شيرتس او التي شيرتات فينا نلبسهم بطريقه رسميه مع سكيرتس لبليسيه الملونين الرينبو سكيرتس، او يكون اوفر سايزد ومثل الشميز تحددوا الخصر فيهم، يا تلبسوا كورسيه يا تلبسوا بيلت. انا حبيت هيك اعمل جوله على ايتمز نحن عنا اياها بالخزانه نقدر نستفيد منها بعده لوكيت من دون ما يبين انه هو انه نفس القطعه اللي نحن عم نلبسها. حلو كثير حبيت هالسيجمنت، واكثر ستايل حبيته البليزر لغرام يعني البليزر ايه بحسها براكتيكال صح مزبوط، انه فيك تلبسيها هيك من دون ما تتلبكي وشو بدنا نلبس تحتها وفيك تلبسيها بعدة طرق مزبوط. شانتال شكرا على هالسيجمنت الحلو والمميز مثل العاده بفقره على الموضه، اكيد موعدنا نحن الاسبوع الجاي اذا الله راد، انتبهي لنا على حالك ان شاء الله نوصل على بكير على بيوتنا. يلا هلا لوين رح نروح؟ رح نروح لفقره فت بيت مع كوتش مايا زيدان، ومثل العاده تمارين رياضيه ممكن نحن نستفيد منها، خلينا نتابع. صباح الخير ساشا، صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم رح كون عم بشتغل انا وياكم هيت ورك اوت، يعني هاي انتنسيتي انترفل ورك اوت. لما نقول هاي انتنسيتي يعني احنا عم نشتغل تمارين باقصى قوتنا، ولما نقول انترفل يعني بدنا نكون عم نشغل انتنسيتي عاليه على الماكسيمم، نرجع نعمل اكسرسايز نوطي فيها القوه ونشتغل على مهلنا لوقت 10 ثواني 30 ثانيه انتنس 10 ثواني بريك. رح بلش انا وياكم تحميه هيك على الخفيف، رح اعمل jump to the side خلينا نعتبر هذا الاكسرسايز اول اكسرسايز بال هيت ورك اوت. رح كون كمان عم شغل ايدي عم علي دقات قلبي 30 ثانيه نون ستوب، اربعه ثلاثه اثنين واحد. هلا الاكسرسايز اللي اخف نزل دقات القلب شوي 10 ثواني، فينا نشرب مي دائما بالاكسرسايز، فينا نشرب مي. في ناس بيفكروا انه ما لازم يشرب مي ديورينج ذا اكسرسايز، اكيد هذا الشيء منه مضبوط، على طول خلوا قنينه المي حدكم، اذا تعبتوا فيكم توقفوا وتشربوا. رح ننتقل للاكسرسايز الثاني، رح كون عم اشتغل ني اب تو ذا فرونت اربع مرات، وحنعمل سكوات مرتين، ني اب لورا سكوات مرتين كمان 1 2 لورا كمان مرتين ني اب مرتين 1 2 3
فور مرتين لقدام كمان سكوات مرتين لورا مرتين اخر مره ديب داون لورا اند داون ريست عم نريح شوي ناخذ نفس بس اكيد عم نريح نحن وعم نمشي نحن وعم نشتغل ما بنوقف ناخذ نفس ننتقل للاكسرسايز لورا رح كون عم اشتغل هيلز عم يدقروا بايديا قد ما فيني بعلي الهيلز بعمل كيكس لورا كمان 30 سكند فيني كون عم بمشي فيها وعم برجع وبريح 10 ثواني بريك ناخد نفس كمان مرة ثانية اكسيل اوت ننتقل لاكسرسايز لورا رح كون عم بعمل run to the front touch to the back and touch كمان let's go back and touch touch لقدام كمان اخر مرة ومريح بنزل دقات القلب شوي ناخذ نفس اكسيل اوت one more time اكسيل اوت رح انتقل كمان لاخر اكسرسايز اليوم رح كون عم اشتغل jumping rope مع jacks rope نفتح closed هون نفتح نفتح كمان نفتح one more four أربعة جوا أربعة برا آخر مرة ومنريح ننزل دقات القلب ناخد نفس exhale out ننزل lift yourself up roll the shoulders one more ناخد نفس بإيدي لتحت بعلي جسمي شوي شوي ريح ظهري and roll the shoulders هيدا هو الهيت ورك اوت مرقت خمس دقائق رح نكون عم نشتغل اذا بدكم خمس دقائق ثانيين بتعيدوا هيدي الجولات او فيكم حتى توصلوا ل 15 minutes بنصحكم تعملوا هيت ورك اوت مش اكثر من ثلاث مرات بالاسبوع في اشخاص اوقات بزيدوا الانتنسيتي لاكثر من ثلاث مرات بالاسبوع هيدا الشيء ما بخلينا نعمل ريكفري هيك بنكون خلصنا سيشن اليوم اكيد رح اشوفكم بكره بتمارين جديده نرجع سوا لعند ساشا Thank you Coach Maya Zaidan عم بتفيدينا بكل هالتمارين ودايما الانرجي اب اما هلا رح ننتقل لفقرة شوفي ما في شوفي ما في مع محمد قباني اللي اكيد بيرفقنا كل اسبوع عن اخر اخبار التكنولوجي والاختراعات الجديده ونحكي عنها اكيد ومنعلق عليها صباح الخير محمد صباح النور كيفك ساشا كنا معصبين شوي تحت الاوضاع والنطره على المحطه يعني كيف بدك تحكي عن التكنولوجي العالم وصلوا مثل لوين ونحن بعدنا منين بلا كهرباء يعني عتلانين هم اذا بدنا نعبي بنزين قد ايه بدنا ننطر وقت قد ايه بدنا نضيع وقت يعني نحن الشباب انه هلا عم نحضر لكل مستقبلنا وهيدي القصص بدك تضيع على القليله 3-4 ساعات بس عم تعبي بنزين واللي عبيته اوريدي هي امبارح بنطر شي ساعه مثلا ما بيقبل يعبي لي غير 30,000 بكون انت صرفتيهم صح يعني ان شاء الله بتنحل هالازمه ان شاء الله على القليله نخلص مشكله ورا الثانيه يعني بس مش يتراكموا كلهم مع بعضهم عم بيزيدوا يعني انا من الخميس مثلا هذيك
هيك القميص لليوم بتلاقي قد ايه الوضع صار أسوأ. عن جد يعني ما عم نحس والحياة عم بتكفي وهيك وعم نتعود على المشكلة انه عم نتعود يعني وعم نتعود على القصص البشعة مش انه عم نعمل شيء لنقدر نتحرك لنكفي لهيدا العالم عم تتعود هلا قهرنا على التكنولوجيا هلا خلينا نشوف احسن ايه نغير جو شوي مع شو في ما في اليوم في عنا اربع اخبار قد ايه معنا ميرو؟ 5 minutes 6 minutes اوكي اليوم ميراي عم تفضل عم بتفضل بعرف لانه اليوم نوع اكيد فقط طيب كثير منيح لكن على السريع حنحكي اول موضوع هو حيكون انه شركه سوني قدرت تخترع اي سي هو اكثر اي سي صغير بالعالم بينلبس هو موجود نقدر نلبسه على الرقبه تحت الثياب هو بيكون هذا الاي سي بيقدر يوصل حراره الجسم ل 13 درجه تقريبا هلا عم تشوفه عم يمرق على السكرين كمان هيدا اللي هو الاصغر بالعالم موجود هلا حصريا بعده موجود باليابان بعد ما توزع حول العالم وقدروا يعملوا كمان هو اسمه ريون بوكيت نمبر 2 منه أوكي. يلي هو اللي بيميزه اكثر انه موصول على التليفون وبتقدري صار تتحكمي بالحراره الجسم اذا بدك تبرديها او تسخنيها صار فيك عبر التليفون تقدري تتحكمي بالحراره بقى بتخيل انه هيدا الموضوع انه مع الوقت حنبطل مشوبين يعني بطل بحاجه نحن الكهرباء وكل هيدا القصص بتحط الاي سي برقبتك وبتمشي صح وكمان في الدول العربيه بتعرف قديش في حر 100% كمان ممكن يستفيدوا اكثر بتخيل ايه وان شاء الله عن قريب بيصير موجود بكل العالم يعني انه بحس هذا الاختراع هو بفيد وفظيع لنا يعني للبلاد اللي فيها شوب ومثل ما قلت للبلاد العربيه طيب كنا عم نحكي عن هالجهاز كيف بدك كفي بعد هالاخبار بدنا نكفي هلا لا يلا ان شاء الله بس ان شاء الله يكون له فايده هالاحتجاجات وهالقصص يعني تاني خبر اليوم هو هذا حيفيدنا كلنا بلبنان لازم يوزعوه علينا كلنا يلي هو اخترعوا مثل بكتيريا حبه يعني هي يعني صمموها خصيصا از دواء هي بتكون تنبلع بقلبها بكتيريا هي بتساعد انه توقف الاكتئاب يعني هيدي البكتيريا بتفوت على الامعاء من هيدا اللي بيصير يعني يس التركيبه بتوقف انت المزاج السيء عندك وما بتعود مضايقه هيدا الشيء بحس انه يعني مع الوقت كمان حيصيروا يستعملوه از انتيبيوتيك هو لكل الاشخاص يلي عندهم اكتئاب وقلق تخيل انه من بكتيريا بنقدر انه نحن نبطل زعلانين او نبطل مضايقين او مكتئبين او شيء حاله الاكتئاب اللي عم بتزيد كمان خاصه بهيدا 100% بهيدا الوضع 100% هيدا ثاني خبر ثالث خبر يلي هو كمان ريليتد لكورونا اليوم حيكون بالمبدا انه ان شاء الله العالم بلش يتخطى كورونا وعم نقدر نحارب هيدا الفيروس هو شركة قدروا يستعملوا مثل بوكسز عملوا بوكسز بيعقموا إذا بدي كل السلالم الكهربائية لأنه هو معروف إنه عطول منعرف إنه هن أكتر نسبة بكتيريا موجودة على الهيدا على الكهرباء على السلالم الكهربائية بقى هيدا بيشتغل على اليو في وبيقدر يقضي على كل البكتيريا حلو يس كمان بفيد كتير وخاصة لمحاربة كوفيد 19 شكله اختراع سهل يعني انه الواحد وصار موجود بالعالم يعني أوكي. موجود بكثير محلات بيقدر يعقم دغري بدون ما نحس عم يتعقم كونتينيوس عم بيكون التعقيم وكثير سريع يعني هلا الوقايه من انه يتنقل الفيروس بنروح كمان للاختراع اللي بعد عنا وقت اوكي الاختراع الثالث يلي هو بفيد كثير هلا على طول بننسى نشرب مي نحن بالحياه تاخذنا انه بننسى مي بننسى نشرب وهيك في عنا جوردات قدروا يخترعوهم معهم ضوء وبتتشرج على البطارية هيدول الجوردز هن اسمهم هايدريت سبارك ستيل بيضووا عندهم يعني لما انت لازم تشربه بتضويلك بتعطيلك عم نشوفه هون بتعطيك مثل انه لازم نشرب وبتكون يس 100% يعني. وبتكون موصولة عبر البلوتوث على التليفون كمان وبتقلك قدي نسبة المية اللي شربتيها وقدي بعد لازم تشربه خلال النهار يعني ومنشوف كمان انه يعني هي الخبريه 10 ثواني بتعطيك كل شيء لازم تعرفيه ريليتد للووتر وقد ايه لازم تشربي وكل هيدي القصص هيدي بتفيدنا كثير يعني بتفيدنا كلنا صراحه على دائما يترك قنينه المي حده حتى ضل يتذكر على مكاتبنا اكيد وما بتصدي والمي بتضلها بارده بقلبها وفتحتها كثير هينه يعني تقريبا بتشبه هيدي الماج وبتضوي يعني هي وصلتها وصله يعني كيف كانوا بدك تشارجي التليفون
التليفون وبطريقه كثير سريعه بتتشرج يعني. وهيدا كل يا سوفيا تكون اذا اللي عندهم ابل ووتش فيها تكون موصوله على يس موصوله على الابل ووتش وحقها تقريبا $59 لل 500 ملي لتر ولل 620 ملي حقها $66 هي وعم تعم عالدولار يلي هيدا هول كانوا الاخبار التكنولوجيا لليوم. يس عنا اخبار اكيد جديده واختراعات جديده اسبوع ان شاء الله للثاني. تبرنا على حالك محمد وانت كمان توصل بالسلامه على البيت ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. وهلا رح ننتقل لفقره اسمع مني. اسمع مني بهالفقره. شكرا لك محمد. اسمع مني بهالفقره بترفقني ضيفتي رندا وهبي اخصائيه ومعالجه نفسيه، واليوم حبينا نحكي عن موضوع الغيره بين الاولاد وخاصه بين الاخوه بالبيت، اذا كانوا يمكن بنفس العمر قراب لبعض او اذا كان في مولود جديد كمان قادم وفرد جديد كمان قادم على العيله، كيف فينا نتجنب هالمشكله اللي ممكن تتحول لمشكله نفسيه عند الولد؟ شو العوارض اللي ممكن تظهر على الولد حتى نلحقه على بكير؟ كل هالتفاصيل مع ضيفتي رندا وهبي. صباح الخير رندا. صباح النور ساشا. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. أهلا فيك رندا. بداية كيف فينا نعرف عن الغيرة؟ الغيرة هي شعور سلبي بيقطع فيه الولد وقتا بيحس انه هو ما عم ياخذ الحب والاهتمام من اهله من اقرب اشخاص لإله، وبيحس بخوف انه يخسر هالاشخاص اللي هن كثير قريبين لإله، وبيقلق انه يبطل محبوب ومرغوب فيه، وبيغضب تجاه الشخص يلي هو عم بيغار منه لانه هو عم ياخذ منه هيدا الاهتمام. يعني مجموعة هيدا المشاعر بتخليه يحس باللا امان ومنه قادر يسيطر على ردات فعله، الشيء بيولد مشاكل مع خيه او مع اهله. صحيح، ومشاكل ممكن تتطور مع الوقت وتصير مشكله نفسيه عند الولد اذا ما تدخلنا بشكل سريع. طب رندا شو الاسباب؟ ليش بنشوف في اولاد بيتعايشوا مع اخواتهم بشكل طبيعي او مع مولود جديد كمان جاي على العيله بشكل طبيعي، وفي اولاد عندهم اذا بدك هيدي المشكله او الغيره؟ أكيد الأسباب هي كتير. وقت الولد هو من صغرته بيحب أنه دائما يكون مصدر اهتمام، وقت يلاقي حاله أنه بطل هو مصدر الاهتمام وما عم بياخد الانتباه اللي هو بحاجة له، لأنه الولد من خلال هيدا الاهتمام يلي عم بيحصل عليه من أهله وأنه ياخد الانتباه بيكون هو عم بيكبر من خلالهم. يعني كيف أنا بيشوفوني أهلي، كيف بيعطوني الاهتمام، بعطي الاهتمام لحالي وبشوف حالي. فوقت يبطل يشوفهم وقت بيحس حاله أنه هو أنه ما في عدل، كيف انه ما عم ياخذ الاهتمام يعني هو بحاجه له، وقتها ما بيقدر يعبر عن مشاعره، هيدا الشيء بخليه يعبر لاهله عن محبتهم من خلال هيدي الغيره، ووقتها يحس انه هو ما عم يكونوا اهله حد، وبيصير عم يعتمد هيدي الغيره مثل تيحميهم، وزياده وقتها يكون الولد عنده قلق وحساسيه زياده هيدا الشيء بفعل الغيره عنده اكثر، زياده طريقه التربيه، يعني انا كيف عم بربي اولادي؟ هل ترى انا عم حط كثير حدود وينين صارمه ما في حوار، ما في نقاش، الشيء ما بخليني احس بمحبه اهلي، فدائما بحس مهدد هيدي المحبه او مش دائما قادر صح او العكس، يعني كثير عنا اهتمام او اذا كنت مغنج كثير، يعني اذا الولد مغنج كثير يعني هو عم يحصل على بده اياه، يعني ما بيقدر يتقبل الحرمان لا النطره او انه حدا يشاركه بحياته، او اذا ولد كنا كثير عم نحميه يعني هذا الشيء بيعطيه شعور انه هو مش قادر يعمل الاشياء لوحده، الشيء يلي بيكون هو دائما بحاجه لاهتمام اهله له وجودهم حده. طب هون خلينا نحكي شوي عن العوارض اللي ممكن تظهر على الولد، او في شيء اي علامات ممكن نحن ننتبه لها، وخاصه الامهات يعني ممكن تنتبه على هالتفاصيل اكثر من غيرها، شو هن العوارض اللي عن جد لازم نحن ننتبه كاهل ونتدخل بسرعه لننقذ هالولد او نحل المشكله على القليله، لانه الغيره موجوده بكل بيت مثل ما حكينا. مظبوط. هلا اجمالا الولد يلي بيكون عم بيغار بيكون بلش يفرش اشياء او تصرفات هو ما كانت تصير، يعني من اللي انه الاشياء اللي كان يعرفها بطل يعرفها، يعني كان يعرف يلبس ثياب وبطل يعرف يلبس ثياب وبحاجه لوجود اهله حده تيساعده، او بيصير بده يعمل اشياء مثل خيه مثلا بده يحط كوش بده ياكل بالبيبرون لانه بيعتبر انه طالما هو عم بياخذ الاهتمام بهذه الطريقه خليني اعمل مثله باخذ الاهتمام
المترو، او بنلاقيه عم بيفرج عوارض جسديه يلي ما لها اسباب جسديه ولكن نفسيه، مثلا بحس بامراض جسديه، يعني بحس بوجع بطن، حراره. بنلاقيه الاشخاص الحساسين زياده كمان عم بيكون عندهم تأتأة، بيعملوا تيك بوجههم زياده. بنلاقيه اكثر عم بيقارن حاله بغيره، وعم بيقارن شو عنده مع شو عند غيره، انا ما عندي هو عنده. بنلاقيه اكثر متمسك بالغراض تبعه، متمسك اكثر باهله، بده اياهم اكثر حده. وكمان ما بيكون حاسس بالامان، وعنده عدوانيه، يعني بنلاقيه كثير عنده عدائيه تجاه اهله، او تصرفاته كلها دائما فيها غضب. واكيد بياثر على اكله ونومه، يعني بنلاقي كمان اكله ونومه متاثر بهيدي الحاله. يعني سلوك الولد كله بيتغير، يعني هون اكيد الا ما الام تحس انه في شيء مش طبيعي، يعني بالنسبه للعلامات او العوارض اللي عم تظهر على الولد. طيب اي متى نوصل لمرحلة الخطر؟ يعني ممكن يصير الولد عم بيأذي خيه أكيد عن غير قصد، لأنه هيك بيعرف يعبر. مظبوط، الولد او ولد هو صغير ما بيكون بيعرف يعبر عن مشاعره، فبتكون هيدي طريقته بانه انا في شيء مش عاجبني. فالاهل هون بدهم يعرفوا يستوعبوا هيدا الشيء، ويعرفوا يتعاملوا مع هالوضع ويفهموا هيدي الاشياء، ما يتصرفوا بذات الطريقه مع الولد. يعني الولد وقت يفرجي عدوانيه اذى للولد لخيه، وقت نلاقيه ما بقى عم يتفاعل اجتماعيا، منزوي، عم بتقل ثقته بنفسه، بنلاقيه حتى الحديث تبعه انه كله في عدائيه او تنمر على الشخص الثاني، او ما عم يسمع الكلمه بالزايد، بنلاقيه انه عم بيعمل نوبات غضب بس ياخذ انتباه اهله، يعني بيعتبر انه حتى لو عم بياخذها بطريقه سلبيه انا باخذها بهيدي الطريقه. فاكيد هون الاهل لازم ما يهملوا هيدا الموضوع او يعتبروا انه مرحله وبتقطع وبكره بيفهم، لا، نحن بدنا نتدخل ونجرب نساعد الولد تيقدر يتخطى هيدي المرحله، لانه لانه هاي المرحله هي مثل موقف ممكن يتعرض له لاحقا بحياته، بشغله، بدراسته، يعني دائما حيكون بمواقف عم يتشارك شيء مع غيره، وضروري نوقف عند هيدي عند هالمرحله تنساعده يتخطيها تترتاح حياته بعدين. طب رندا، نحن هون كيف بدنا نساعد هالولد ليتخطى هالمشكله او هالمشاعر الغيره اللي عم بحس فيها، حتى ما نوصل لمرحله الخطر ممكن ياذي اخواته كمان عن غير قصد؟ برجع بقول، واذا كان في مولود جديد قادم يعني على العيلة، كيف ممكن نحن نحضره بطريقة تناسب عمره، يعني يقدر يستوعب شو اللي ناطره؟ أكيد هو التحذير من أهم الأمور اللي نقدر نعملها مع الولد. قد إحنا منحذر الولد، قد إيه منساعده يتأقلم مع الوضع الجديد، وقد إيه هيدا بخفف من المشاكل، وبالتالي بيساعده إنه ما بيساعدنا لأنه إنه ما نقعد نصلح بعدين، يعني نتجنب ونحذر أفضل ما إنه يوقع بالموقف وما يعرف يتصرف ونحن بنصير نصلح ونظبط الأمور كلها مع بعضها. وقت بنحضر لمولود جديد بنقول له إنه نحن جاي شخص جديد على العائله، بدنا نكبر عائلتنا، بدنا نصير اكثر، بدنا نخبره على قد ايه مهم انه يكون عنده خي او اخت يتشارك معه الاشياء، يلعب، يتسلى، يتكلوا على بعض، يساعدوا بعض، بنخبره شو المستجدات اللي حتصير، كيف وين حتكون اوضته، كيف حيكون ريتم حياتنا، كيف انا بدي اصير نسيق بين اهتم بخيك واهتم فيك، يعني بدي افسر له انه انا مش حكون افيلبل لك كل الوقت، يعني في اوقات حكون معك اوقات لا، بشاركه بالقرارات، يعني باخذ برايه، مثلا شو بدك نسميه، مثلا شو بدنا نجيب غراض، شو رايك نجيب له هيدي او هيدي، بساله عن شو بتحب نسميه، مثل ما قلت بنخليه يعمل هيدي العلاقه مع الولد، مثلا يحكي معه، يخبره قصه هو ببطن امه، يتحسس البطن، يشوف كيف عم بيتحرك، نتخيل سوا مثلا كيف حيكونوا لون عيونه، كيف حيكون لون شعره، شو معقول يحب برايك او ما يحب، ومنفسر له انه كيف حيكون هو، كيف انا حاعتني فيه، يعني هذا الولد حيعوز انه مثلا ينام بالنهار، اوقات حنضطر انه ما نعمل ضجه، مثلا كيف انا حقضي وقتي معك، ما اعطي من اغراضه للولد، يعني اساله برايك بدك انه مثلا نعطيه الاغراض من عندك بتقبل، هيك تنكون عم بلش نعلمه المشاركه، يعني مثلا هول بيجامات بتحب انه نعطيهم لخيك يلبسهم طالما انت ما بقى عم تستعملهم، يعني بهيدي الطريقه بكون انا عم بحضره لهيدا
الشيء الجديد يلي ناطره بعدين. وكمان من اهم الامور وهيدي كثير اهل بينتبهوا لها، انه ما نودي الولد عند الناني او نفوته جاردوري او مدرسه بالوقت يلي بده يخلق الولد. يعني وهيدي بتصير كثير صح، هيدا شيء شائع يعني عند الاهل، يمكن ليخصصوا وقت اكثر للمولود الجديد وترتاح اكثر الام خلينا نقول. ايه وتتفضى بنظرها بيكون انه هي عم تعطي حدا عم بيهتم فيه، يعني هي مطمنه بلا في حدا عم بيهتم فيه تانا اتفضل الولد. بالوقت يلي لا هو بحاجه لاهتمام الام بحد ذاتها من دون ما حدا يساعدها بهالاهتمام، لانه الولد بهيدي الطريقه حيحس حاله معزول ولوحده. نعم. طيب رندا اخر سؤال، عند حصول في ما بعرف اذا فينا نسميهم نوبات الغيره، يعني ممكن هالولد يتصرف تصرف سيء قدامنا، ممكن يبلش يصرخ يعيط يبكي، هون باي حاله او كيف فينا نتصرف نحن كامهات حتى نهدي الوضع ونكون كمان بنفس الوقت عم نحل المشكله نوعا ما؟ الاهل بدهم يستوعبوا الوضع، يعني يفهموا انه ابني انا هلا عم بيعبر عن مشاعره انه مزعوج، يعني انا بدي اتفهم هيدي المشاعر، بدي ساعده انه يحط حكي على هالمشاعر انه انا مزعوج، انا بعرف انه انت منك مرتاح، انت مستغرب الوضع الجديد، حاسس انه نحن منا مثل قبل، الروتين كله تغير، انا بفهمك، انا حدك حساعدك تتعود على هالوضع، وخلي ساعده يختبر هذا الوضع ويعرف انه هو ما عم يخسر محبتي. يعني بصير اوقات الولد بصير يقول مثلا هي انت بتحبيه اكثر مني او انت بتحبيني، يعني يتاكد، الولد دائما بحاجه انه هو يتاكد من محبه اهله لاله. حلو. هون يعني انا بقول له يعني ما بفوت بالمقارنه، لانه الولد كثير هين عنده انه يفوت بالمقارنه، فنحن ما بدنا نلعب هاللعبه معه. بقول له انا بحدد له انا شو بحب فيه، من دون ما يعني اوقات حتى الامات بيصيروا هو مش منيح انت منيح وما بيحكي انت بيحكي، ما بفوت بهيدي المقارنه، بقول له انا شو بحب فيه، بحب انه هو مثلا كيف عم بيعرف يعمل بعض الاشياء يلي من خلالها بضوي على القدرات يلي عنده، على شو المهارات اللي عنده. بحب مثلا بوسك على خدودك، بحب مثلا وقتها بغمرك وبغمره لابني، يعني بعطيه هيدا الحنان والعاطفه. يعني مش بس بقول له بحبك، بحدد انا شو بحب فيه، باخذ اوقات انا وياه تا عبر له عن مثل ما قلت عن شو بحب فيه، واغمره تعبر له عن عاطفته، عبر له عن العاطفه وعن هالاهتمام اللي هو اساس المشكله، يعني مشكله الغيره بين الاخوه. شكرا لك رندا وهبي اخصائيه ومعالجه نفسيه على هالموضوع، ان شاء الله نكون فدنا الاهل والامهات اللي عم بيتابعونا، وان شاء الله بنشوفك عن قريب. اهلا وسهلا فيك رندا. شكرا. هلا رح ننتقل لفقره لا نعرف اكثر. بفقرة لنعرف أكثر، ما في أجمل من الفن، وكلنا بهيدي الظروف تأثرنا بالوضع اللي عم بيصير ببيروت، ولكن دايما الفنان التشكيلي عنده نظرة يمكن إيجابية ببعض اللوحات، كيف إذا كان مع ضيفنا نيكولا بعقليني اللي عبر وترجم عبر سنين خلينا نقول قليلة تعتبر موهبته من خلال لوحات مائية عبرت وحكيت عن بيروت بطريقة كتير حلوة وجميلة بألوانها بشكلها بناسة حتى. أكيد عم نحكي عن أول معرض فرد لنيكولا بعقليني، رح نستفيد أكثر بهالوقت لنحكي عن تفاصيله عن اللوحات وكل الأمور اللي حابين نعرفها عن أول سولو اكزيبيشن مع ضيفنا نيكولا بعقليني. صباح الخير. بونجور يا ساشا، اشتقنا لك، طمنا عنك. بعدنا منيح. بعدنا منيح لليوم. أكيد بدنا نحكي شوي عن هالشغف، كيف تحول وجمعنا كل هاللوحات اللي هي بعرف انه كل لوحه هي قطعه من قلبك لانه بتاخذ وقت وحاطط مشاعر واحاسيس فيها، كيف تحول وصار هيك اول معرض سولو لك؟ صراحه انا بحب الرسم من وانا صغير، وحتى ناسي اي متى بلشت ارسم، امي ذكرتني من شي 20 سنه جبت لي لوحة صغيرة رسمها كان عمري 6 سنين، وكنت بمدرسة الجمهور، كانوا مرة بالسنة بمدرسة الجمهور يعملوا مثل كونكور مين بده يعطي أحلى لوحة ويعملوها كارت بوستال إنه الله يخلي لكم أولادكم وكل سنة وأنتم سالمين. طلعت هيدي هي الصورة
أنا نقلت كان عمري 6 سنين، بس صراحة لو ما من أمي ما مذكر حتى أنه كنت صور كان عمري 6 سنين. واو. بعدين أيام فرنسا كنت أرسم وأعمل شوية أكواريل يعني ووتر كولر الترسيم المائي، وعملت كم معرض بس معرض جماعي كانت هواية اللي أكتر من شيء تاني. ده جيت على لبنان ب96 نسيت الرسم والووتر كولر على 20 سنة ولا ضربة ما عامل شيء. حتى بأدار 2016 كنت بباريس كان عندي مؤتمر طبي وعم بتمشى بباريس بمر قدام محل رسم وبانتور، يا زلمة هيدا قصتك ليه ما بتفوت تشوف؟ فتت وقشيت المحل. جيت على لبنان وبلشت أول شيء كنت أمشي كتير ببيروت كل ويكند عامل لي 30 كيلو وقف كل مطار بيروت أقعد أرسم على الخفيف. بعدين ما بقى قدين الرسم قلت خليني أعمل أكتر، صفيت بالووتر كولر أشتغل أشتغل وعلقت بالووتر كولر، ومع الحالة صرنا أكتر نعمل ووتر كولر، وبالكونفينمنت قاعدين بهالبيت نعمل ووتر كولر. آخر شيء أصحابي ومعارفي صاروا يجوا يقولون نيكولاو بدي أشتغل لوحاتك وشو حلوين لوحاتك، قلت أنا أخذها القصة مسحة. شوي شوي صفيت جمع 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 وتهلأني قررت أعمل كتاب وأعمل معرض، وهذا أول معرض بعمله. شو حلو، وهيدي خطوة جريئة كمان خلينا نقول، لأنه حضرتك طبيب نسائي وتوليد يعني دكتور نيكولا بعقليني، بس اليوم مش طالعين بهيدي الصفة، طالعين بصفة فنان التشكيلي. بس لنقول للمشاهدين يعني قديش هون حلو الإنسان رغم مجاله الأساسي وأكيد الناجح فيه يلحق شغفه، يعني لحقت القلب وين بيروح شغف. بدي أقول لك شغلة، اليوم الطب والعالم صار سبيسيال، غير من 3 قرون بالقرن 17 و18 إذا أنت كنت بفرنسا وبدك تعملي حكيمة كان إجباري يكون عندك شيء أرتستيك، شيء له علاقة بالفن، يعني يا تكوني مغنية يا تكوني عازفة يا تكوني رسامة يا تكوني تعملي نحت، وإلا ما كانوا يقبلوك بالفاكولتي دو ميدسين دو باريس. اليوم تتفوتي تعملي طبيب بلبنان بباريس بأمريكا لازم تكوني الأولى بالماتيماتيك وتكوني عبقري زمانك بالفيزيك وبالشيمي. العالم غير، بالزمانات كانت الواحد يقدر يعمل طبيب لازم يكون عنده أحاسيس مع الناس، يحس مع الناس، يكون عنده هالقطعة الإنسانية فيه، اللي للأسف اليوم كتير ناس ضيعوها، مش بس بالطب ضيعوها بمجال الحياة بكل المجالات. صح، وخاصة بمجال الحياة مثل ما عم نقول art within، يعني فتنا إلى الداخل، المشاعر الأحاسيس. بس حابة أعرف منك ليش اخترت تقنية الأكواريل يعني أو اللوحات المائية، هل لأنه كانت الأقرب لألك وهيك كانت البداية أو لأنه التعبير فيها بيختلف عن بقية التقنيات؟ بحب الأكواريل الماء لأنه أول شيء أنا من برج الحوت، ولقلي برج الحوت يعني لقلي المي هي حياتي، المي كسباحة بسبح كل يوم على مدار السنة، تتلوج تعصف كل يوم بنزل بالبيسين برا بالسقعة وبسبح وبالصيف بسبح، وبالرسم شو في أحلى من المي تتعبري المي وتتعبري جمال المي. وبعدين تقنيا الووتر كولر أصعب بكتير من كل شيء باقي لسبب بسيط، بالووتر كولر بتعملي غلطة طارت اللوحة، بينما بكل بقية الأدوات يكون الأويل بينتينج يكون الجواش غلطتي بترجعي بتحطي فوق شوية وبيزبط الحال. صحيح، في إيجابية باللوحات، في جمال بيروت خلينا نقول مثل ما شفنا كمان العلم اللبناني على جنب لوحة كمان عم نشوفها، مع أنه رغم هالظروف والأوضاع اللي عم نعيشها بنعرف الفنان قديش بيتأثر بهيدي الأمور وهالمشاكل اليومية اللي عم نتعرض لها، ليش هالجانب الإيجابي اللي عم نلاحظه واللي عم نشوفه ونقلت لنا إياه باللوحات؟ ساشا أنت صبية وأنا شوي خطيار أكثر منك، الطعمين كمأساة وكأزمات ننسى، بس مرقنا بأزمات عويصة وصعبة وكل مرة منفكر أنه هي أصعب أزمة وما في مثلها. أنا مش متفائل للبنان، متفائل للبنان لأنه اللبناني مش سياسياً، شو بدك من السياسية، بس اللبناني
عنده قوة وقدرة يقدر يباطح، وبكرة دايما في حل بلبنان. لبنان بلد الحلول، لبنان بلد النط، منضلنا ننط ومنضلنا نقوم، منأكل كف وسحسوح وشو ما بدك سميها، بس آخرتها لبناني ولبنان إلى الأمام. وأحسن شيء اليوم بالفن، أنا كان بدي أعمل هالمعرض من سنة ما عملته لأن قلت حرام وفي الثورة وبعدين في المصاري بالبنوك وفي 700 فص ما حيخلصوا الفصوص بلبنان. بس وقت بتعمل معرض فني بتعطي أمل للناس، بتخليهم يشوفوا شو الجمال. بس منا نفرجيهم البور البج، منا نفرجيهم الجمال بالتحف بالكتب بالشعر بالمسلسلات على التلفزيون بفقرات مثلك، مثل كتير صبايا مثلك عم بيعملوا قصص بتعقد على التلي وعم بفرجوا إبداع اللبنانية، يكونوا مثل المدام المرئة قبله والمدام المرئة قبله. اللبناني عنده طاقات فظيعة، صح، طاقات مرعبة ولازم نتركها ونقدر نحن نلنص فيها، يتركونا المجال نلنص فيها. وإذا أنت ما بتعمل شيء ما حدا حيعمله محلي، صح، يعني حتى لو بهالظروف. بعرف أنه كتار يمكن بيقولوا أنه بهالظروف بينعمل معرض ولوحات ومين وكيف، ما إذا ما عملنا مين بده يعمل؟ يعني مش حنقدر غير بعدين قلت أنه آخرت الحياة بدها تكمل، ومنعطي أمل للناس أنه ما عم نعمل هالمعارض بس أنه عملنا معارض منا هيك حتى يجوا الناس يشوفوا أنه بيروت مش بس في زبالة وعم ننطر على البنزين والسياسية ما بيسوا فجلة. بيروت في ناس طالع عبالهم يفرجوكم قصص حلوة، وطالع عبالهم يباطحوا، وطالع عبالهم يكملوا. المطاعم يا أختي، المطاعم فاتحين اليوم عم بيكملوا كلهم. كيف المطاعم فاولين؟ نشكر الله أنه المطاعم فاولين، والله يخلي المطاعم عم بيتعبوا وعم بيشقوا والناس عم تتعب، كل واحد منه عم بجرب يعمل اللي بيعمله أحسن شيء. وهيدا لبنان وحيضلوا لبنان بدهن أما بدهن، هيدا هي صحيح، هيدا هي. لأرجع شوي للمعرض، وبما أنه أول معرض سولو مثل ما قالت تشجيع من الناس اللي حواليك، وعم بلاحظ من الكومنتس كمان من البيج الخاصة فيك على انستغرام أنه الناس واللي بيتابعوك متفاجئين، يعني من اللوحات مثل كأنه عن جد فنان مأثبت حاله، فنان تشكيلي. أنت بينك وبين حالك قديش فخور بالشي اللي عملته، وقديش بنفس الوقت عتلين هم، يعني أنه هل رح أثبت حالي بالمكان الصح بين هالفنانين؟ وعبرت عن حالك، صح؟ أنا البانتور الفن التشكيلي لقلي هوبي، يعني مش عملها القصة شغلتي. أوقات الضايعة برسوم، مش أنه بعد فيرسم أكتر وأكتر لأن عندي أكتر وأكتر وقت، بس أكتر هي كحب للفن. ما بدي أفوت حالي مطرح، أنا مبسوط باللي عم بعمله وعم بعمله لأنبسط، مش عم بعمله لأبسط غيري، لأني غيري مبسوط بشغل كتير القصة بتأثر فيي. بس أهم شيء الواحد يعمل شيء اللي بحبه، طالما بتعمل شيء اللي بتحبيه محلك موجود، صح، شو ما يكون، صح. ومحل المرأة موجود كمان باللوحات، هل هيدا الشيء لأنه تابع للمجال اللي أنت فيه كطبيب نسائي وتوليد؟ أكيد هالشغلة بتساعد شوي وبتأثر شوي، بس أنا اللي بحبه هو الجمال، جمال الطبيعة، جمال المي، جمال البواخر. والمرأة هي آية الجمال، الأولاد جمال فيهم. بحب أعبر عن الأحاسيس اللي بتطلع من الناس، يكون أولاد، تكون مرأة، يكون منظر، يكون سيتويشن، كلهم هول مهمين. موقف، صح. بس نرجع نذكر بتاريخ المعرض، أي متى بيبتدي، وفي البوك ساينينج كمان بدنا نحكي بآخر اللقاء عنه، مثل ما عم نشوف هلأ أمامنا ب 19 الشهر، يعني بعد كم يوم؟ صح، سبت بالضبط، بعد يومين بضلوا 9 أيام، صح، بسبورتينج كلوب بيروت مثل ما عم نشوف. وكمان في البوك ساينينج الساعة 6 المساء. شو رح يتضمن الكتاب؟ رح يكون جامع كل هاللوحات اللي عم نشوفهم؟ الكتاب عنده مش بس اللوحات المعروضين، لأنه في كتير لوحات بعتهم، صح، ما معروضين مين اللي بقى. الكتاب فيه شي 100-120 لوحة من لوحاتي وشوية كتيبة، بس مش كتير لأنه ما منه كتاب للكتيبة، يعني هو مجرد كتاب حلو كذكريات
وك يعني الواحد تيسافر ما بده ياخذ الطياره يفتح الكتاب ويسافر. حلو، بنسافر بهالصور وبهالمشاهد الحلوه اللي فيها كثير ايموشنز وكثير احاسيس، لهيك سميت هالمعرض Art Within. صح 100%، لانه كله بيحكي عن الاحاسيس، والاحاسيس هو الفن، والفن شيء جواني، مشان هيك سميته Art Within. حلو، كل التوفيق لك دكتور نيكولا بعقليني. حلو نشوف أكيد طبيب ناجح بمجاله هيك يلحق الباشن تبعه أو شغفه بهالظروف الصعبة، أول معرض منفرد لألك. بدي أتمنى لك كل التوفيق على الصعيد الطبي وعلى الصعيد الفني لأنه أنت بتستاهل. شكرا لهالمشاركة الصباحية، ونشوفك إذا الله رد بالمعرض، وأكيد ندعي المشاهدين ليشوفوا هاللوحات الحلوة. اشتقنا ليكون في عنا حركة ثقافية وحركة فنية هيك نجتمع تحت سقف واحد، ولوحات بتحكي عن بيروت المليانة أحاسيس، يعني ما نشوف السايد البشع اللي نحن عم نمر فيه. اشتقنا، وأكيد رح نكفي بهيدا الشو بلافيت دو لا ميوزيك، لأنه المهرجانات ما خلصت ببيروت، بنحكي عنها بفقرة لنعرف أكثر. بدها تشرب مي ضيفتنا، اذا فينا نجيب لك كبايه مي. تفضلي. لافيت دو لا ميوزيك، عم نحكي عن مهرجان بيجمع نخبه من الفنانين رح يكونوا متواجدين بمرم خايل. ايه هيدا الموقع اللي تضرر كثير نتيجه انفجار بيروت، مرم خايل جميزه وغيرها من المناطق ببيروت. اليوم عم نرجع نشوف مهرجان بهالظروف الصعبه بهيدا المكان اللي هو قريب من الانفجار اللي صار، عم بيضج بالحياه وبالموسيقى. هيك بنعرف نعبر بالفن. رح نحكي أكثر عن تفاصيل المهرجانات. صرت منيحة ضيفتنا أحسن. بس لأنه عم تابع كان دكتور نيكولا صراحة. وفي شغلة هيك تأثرت فيها. وصراحة هيك تأثرت صراحة. حلو نحكي عن الفن بهيدي الظروف، عن جد شي بيكبر القلب. انه ايه الحياه بدها تكفي فعلا، لانه صعبه. كنت عم فكر بشغله، انه انا قبل ما اعرف انه دكتور نيكولا عنده معرض كنت عم فكر ندعيه على المهرجان تبعونا لفيت دو لا ميوزيك، بلكي بيشارك معنا. عندنا صراحه انا نقابه الحرفيين مشاركه معنا، وعندنا ناس عندهم سكولبتور جايين من هولندا، ناس اجانب. اوكي انطوانيت كرم منظمه مهرجان لفيت دو لا ميوزيك، خلينا نحكي شوي عنها السنه، قديش واجهته تحديات؟ نعم، أول شغلة بعرفك عن حالي، أنا اسمي أنطوانيت كرم، أنا توب 5 ملكات جمال بدينات العرب 2015. حبيت كتير أعمل لفت نظر لأهل بيروت، بما أنه نحن عم نمرق بظروف كتير صعبة، عم نمرق بظروف كتير قاهرة، العالم عم تبقى بحطات البنزين، عم تعصب، عم تتضايق، عم يصير عنا أنه إشياء كتير فيها إشياء ديبريشن. فنحن حبينا نعمل لفتة نظر من بعد انفجار بيروت، وبمحل قريب يكون من انفجار بيروت، حتى أول شيء نعطي تحية لكل شهداء بيروت يلي كللوا بيروت بدمهم الأحمر. نحن بدنا نقول لهم ألف رحمة على روحكم. حبينا نسعد قلب أهليكم بلفتة نظر كتير حلوة بمهرجان عيد الموسيقى ببيروت 19-20-21 حزيران، من الساعة 5 بعد الظهر للساعة 1 بالليل، لثلاث ايام التاليه من البرامج الفنيه، من دي جي، من البانز، من الرقص والموسيقى. ورح يكون عندنا فود ستاندز، رح يكون عندنا اكسسواريز هاند ميد، نقابات حرفيين مشتركه معنا، يعني حتى المصممين اللبنانيه وال يعني الاخرين وكمان والاجانب رح يكونوا مشاركين. نعم نعم، هلا المشاركه هي بعدها شوي هيك خجوله، بتعرفي انه لبنان قاطع بظروف كثير صعبه. نحن كمان متوجه بكلمه اللي بحب يعرض اي شيء بمهرجاننا، ان كان من فود ستاندز، ان كان من هاند ميد، ارتيزانا، اكسسواريز، في اكيد يحكينا على رقم تليفوني اذا في مجال، قولوا 71-780-318، الاشخاص بهم بعد يشاركوا معنا. اكيد اول شغله انا بتوجه بكلمه شكر كثير كبيره للوزير الياس بو صعب لدعمه لمهرجاننا ببيروت، ان كان من ناحيه الصوتيات او من ناحيه موردات الكهرباء. بدي اتشكره بشركه البلو ساوندز. اوكي بدي اتشكر استاذ هيثم ابو نجم من الاي ان جي جروب من حصبيه،
كمان اللي دعمنا مهرجاننا. بدي اتشكر ست هادية ابو سعد، وعندنا كمان كلمه شكر لكذا شخص اذا بتحب نكملون او هلا خلينا نعطي حق اذا بدك اكثر للفنانين اللي مشاركين، لانه كان عندك أكيد. كان عندك موقف شوي انه لا لازم نعطي حق للفنانين المشاركين بالمهرجان. اكيد 100% فينا صح. اول شيء نحن برنامجنا هو مؤلف من 3 ايام 19 الشهر 20 الشهر 21 الشهر اوكي بحزيران. 19 الشهر رح يكون عندنا دي جي ميتش ونوجه الحقيقة كتير كبيرة أقوى دي جي مع دي جي رو، أكيد هن أحلى دي جيز بلبنان، بنقول لهم أهلا وسهلا فيكم عنا. رح يكون عنا ليا كروس وسيف حمدان من مجموعة The Voice Kids، الأطفال اللي هن تربوا على الصوت الحلو على الفن، وبنقول لهم تحية لأستاذ علي المصري لشركة طرب، وتحية كمان لأستاذ زكريا فحام هو مدير أعمالهم يلي هو ساعدنا حتى يجوا على المهرجان. بدي أوجه تحية للفيوجن فاكتوري دانس اوكي من بعقلين يلي هن صبايا كثير مهضومين رح يشاركوا بالاحتفال معنا هلا بنشوفهم على الفيديو. دي جي ميتس احلى الاجواء رح تلاقيها معنا اتس اوكي. الفيوجن فاكتوري دانس هن من بعقلين شباب وصبايا رح يجوا يفتتحوا لنا ببرفورمانس كثير كثير حلوه لبيروت، جيمناستيك وزومبا وهيب هوب دانس اذا شفتين على التي في كثير كثير مهضومين. بنوجهن تحية كبيرة. بوجه تحية كبيرة كمان لفوضى منظمة لأستاذ ربيع زيتوني مع فرقته الموسيقية. هذه ب 19 الشهر رح يكونوا. ب 20 الشهر رح يكون عندنا الفنانة الاستعراضية مايا نعمة مع فرقتها، رح يقدمونا كمان لوحات استعراضية رائسة بأجمل الأجواء. رح يكون عندنا دي جي رو ب 20 الشهر كمان بأجمل الأجواء الموسيقية كدي جي أورينتال أوكسيدنتال بلس. رح يكون عندنا ار ام بي اوكي للاشخاص الشباب والصبايا اللي بحبوا نوع الموسيقى هيدا، ورح يكون عندنا اكيد نوع من التكنو اتس اوكي. بنشكر الفنان وسيم ظاهر، وسيم ظاهر من اجمل الاصوات اللي اجت على لبنان يلي بتغني للموسيقار العظيم ملحم بركات. بنشكر اشخان ساركيسيان فنان كمان اللي بغني لنا ارمني قديم ارمني جديد نيو اند اولد سينجز ارمينيان اوكي. ب 21 الشهر رح يكون عندنا اللي هو اخر نهار، نعم اخر نهار 21 حزيران لقاء مع الفنان الصوت الجبلي رواد الامير، بنوجه له تحيه كبيره ونوجه تحيه كبيره لاهل عرمون والجبل كمان. رح يكون عندنا سينجر الستار ايلي مقدسي مع فرقته المايسترو وسيم الخوري، كمان بنوجه له تحيه كثير كبيره ولفرقتهم. ايلي مقدسي اشهر بانه يعرف اجمل الاصوات الفنيه واللي بتعطي كثير هيك هيصه للعالم بحبه كثير اجواءه. بدنا نقدم تحيه كثير كثير كبيره لزفه ايجلز اللي بيرأسها استاذ شادي ابو عقل، كمان بنقول له ميرسي كثير انه انت انك حضرتك كمان بدرت معنا انه بانجاح الاوبننج ب 21. بدنا نوجه تحيه كثير كبيره للفنانه دايا كي اوكي اند ذا باند. دايا كي هي بتغني اورينتال اوكسيدنتال بصوت كثير حلو، وعندنا كمان الفنانه مريان زينون كمان بتغني اوكسيدنتال اند انجلوفون سونجز يعني كل شيء انجلش اند فرنش. وبنشكر كمان الساكسوفونيست استاذ فيكان يلي هو رح يكون كمان مشارك معنا. وبنشكر اكيد شركه الماينس 1 فور انترتينمنت استاذ فرانسوا، بنقدم له شكر كثير كبير لاستاذ فرانسوا ماينس 1 يلي مقدم لنا سانديز باند يلي هي ميدل ايست باندز من الباندز اللي بغنوا اورينتالز مشهورين بغنيه وان واي تيكتس. هاي الغنيه لطالما عجبت كثير عالم والملايين بحبوها، فصو بنعزم الكل يجوا يحضروا كمان الباندز وكل الفرق الموسيقيه والفنانين المشاركين معنا. وبعد بدي اخص بالشكر الكبير كثير لضيف الشرف الموسيقار الكبير ابنه للاستاذ وديع الصافي المرحوم الاستاذ انطوان الصافي، رح يجي مثل ما وعدنا رح يغني لنا صوتين غير شكل بمجده لبنان بغنية لبنان يا قطعة سما. وفعلا نحن منقول يا ساشا عن جد لبنان قطعة سما، نحن اللبنانية ما في شيء أبدا بوقفنا. أنا كأنطوانات كرم منظمة مهرجان لفات دولا ميوزيك وقت طلعت بالفكرة في كتير ناس انتقدتني، أنطوانات العالم عم تموت جوع، العالم مأثرة، العالم ما معها تاكل، كيف بدك تعمل مهرجان العالم واقفة على ترومبات البنزين؟ قلت لهم إذا بتريدوا هيدا شيء وإنك تعطي الإنسان فرح وإيمان
ومحبة وتعطيه إيمان ببلده، إيمان ببلد نحن أبداً ما بنرجع عنه هالإيمان. لبنان بلد الفرح، الشعب اللبناني هو الشعب العنيد، الشعب اللبناني هو الشعب يلي ما في بوقفه. أنا بشكر كتير محطة نيو تي في إنها استضافتني كمان عن جد، وبشكرك ساشا، بشكر ست ميراي كمان على استضافتها لإلي عن جد. يو ار سو اميزينج إنه أنتوا عم تدوعوا يعني مهرجان. هيدا اللي لازم نحن نعمله اليوم، بتعرفي يعني ساعتين من الوقت مع الناس، ونحن أكيد من الناس ونحن متأثر، بس حلو نضوي على الشق الفني، حلو نضوي على الإنجازات اللي عم بتصير ببيروت، ونعطي حق لهالطاقات الشبابية. على كل حال بتمنى لكم التوفيق. أنا بس حابب أقول بس كلمتين بين تو براكتس، نحن عندنا جمعية اسمها جمعية تشايلد سمايل ليبانون، هي مشاركة معنا بالمهرجان، الجمعية دعمتنا بكذا كادو بالتومبولا، دعمتنا بالسبونسرين، الجمعيات اللي ما بيأثروا بشيء، فرح يكون لها دعم صغير بس على الباب، هو كارت تومبولا الأشخاص اللي بحبوا يدعموها 10,000 ليرة. شكرا لك أنطوانات، موفقين بهالمهرجان، تحية لك كل المشاركين وموفقين. هلا رح ننتقل لفقرة سوق العمل مع مروى خلف. من سوق العمل لليوم صباح الخير لكل يلي عم يدوروا على شغل، تابعوني على أمل تلاقوا فرصة بتناسبكن. الفرصة الأولى لمساعد للستوك مانجر بمنطقة الزلقة لتحضير الطلبات ومراقبة الستوك وغيرها من الأمور، الخبرة المطلوبة بين 3 و5 سنين. لكل يلي حابين يقدموا طلب ابعتوا السي في على عبير.عبدالمسيح@strasco.com. منروح لأنطلياس حيث مطلوب أكاونتنت مع خبرة 3 سنين لتحضير التقارير المالية وملفات الضمان والضرائب وغيرها من الأمور. لإرسال السي في عبير.عبدالأحد6@gmail.com. أما بمنطقة غزير بالتحديد بالمدينة الصناعية مطلوب حراس أمن بدوام ليلي ونهاري مع ضمان، للتواصل 03-722-633. فرصة جديدة لعامل لبناني مع خبرة أو معرفة بتركيب بيوت خشبية جاهزة، العمل يوميا 8 ساعات بالورشة. للراغبين الاتصال أو التواصل عبر واتساب على رقم المكتب بدبي نهار الاثنين والأربعاء من الساعة 8 الصبح للخمسة بعد الظهر على 04-525-654. وبالعراق مطلوب لمركز تجميل لبناني مصففة شعر مع خبرة عالية، معلومات أكثر على 70-400-710. ننتقل لفرص عمل جديدة خاصة بمنطقة صغرتا الزاوية وطرابلس بمطعم عنده فرص عمل بدوام جزئي أو كامل بعدة أقسام مثل المطبخ والصالة وسائق وغيرهم، المنامة مأمنة. لأخذ موعد للمقابلة الاتصال على 03-531-136. أما بالنبطية مطلوب موظفة مبيع وموظفي صندوق مع خبرة بهيدي المجالات، بتقدروا تحصلوا على تفاصيل أكثر على 70-734-760. الفرصة الأخيرة لليوم بالأشرفية حيث مطلوب موظف للاهتمام بمولد الكهرباء 6 أيام بالأسبوع، المنام مأمنة مع كل الخدمات، للتواصل 03-498-528. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو صباح اليوم @الجديد.tv، بتقدروا تراسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها. هيدا كان كل شيء من سوق العمل لليوم، وعودة إلكم. شكرا لك مروى خلف على هالفقرة، أكيد لنحكي عن الوظائف الشاغرة بظل هالظروف الصعبة. أكيد بدي حيي ريف عائل رح ترفقنا بهالفقرة. بشو أخبار؟ صباح الخير ريف. صباح الخير. شو أخبار؟ أنا منيحة. حالك اليوم بين الشارع والفن ضايع على الأشياء. ما هيك، بس قبل ما ننتقل للفن رح نروح إلى الشارع وخاصة من كورنيش المزرعة مع الزميل غادي بموصل رح يفيدنا بكل التفاصيل. تفضل غادي. شكرا ساشا. مشاهدينا في هذه الأثناء في كورنيش المزرعة عدد من الأشخاص يقطعون بعض الطرقات بالمستوعبات النفايات تحديدا عند جسر الكولا بمختلف الاتجاهات، هنالك عدد من الأجهزة الأمنية تحديدا عناصر من الجيش اللبناني يحاولون تحويل السير كي لا يكون هنالك زحمة سير خانقة نتيجة قطع الطرقات، ولكن عدد الأشخاص حتى هذه الساعة لا يمكن الحديث عن تجمعات ولا يمكن الحديث عن
يعني تجمع حاشد في كورنيش المزرعة أو في الكولا يقتصر الأمر على عدد من الأشخاص يقطعون بعض الطرقات. أيضا القوى الأمنية كما سبق وذكرت في رسالة سابقة بأنهم قطعوا أيضا أو حولوا السير من جسر الفياض باتجاه العدلية وأيضا من البربير باتجاه الكولا كي لا يعني يكون هنالك زحمة سير نتيجة قطع الطرقات. بداية اليوم عن قطع الطريق اليوم تحديدا في بعض الاشخاص مع هذه التحرك بعض الاشخاص ضد هذا التحرك انت اليوم شو كل واحد ضد هذا التحرك ما عنده ذره النخوه لان كل شيء غالي الدواء مقطوع يعني عم بيلعبوا بحياه المرضى بنزين ما في كهرباء ما في مي ما في شيء بهالبلد الدولار دولارك ب 15 و500 البعض عم بيقول انه هو ضد هيدا التحرك لانه الاحزاب هي اللي عم تشارك فيه لا ما دخل الاحزاب انا مواطن جوعان انا مواطن ما عندي دواء عامل عمليه قلب مفتوح عم بيعطوني بالحبه انا عم بيلعبوا بحياتي هذه الطبقه السياسيه عم تلعب بحياه المرضى بحياتنا شو بدك اكثر من هيك لنزوق وننزل يعني معلم نزوق وننزل فاهمني شو بدنا اكثر من هيك تفتحوا هلا شوي مسرب واحد يعني الاسعاف بدها تمرق بس لان في اسعاف بدها تمرق نحن الاسعاف والجيش وقوى الامن ممرون على راسنا بس غير هيك يحسوا معنا شكرا لك اذا ساشا يفتح المحتجون او الاشخاص الموجودون في هذه النقطة قرب جسر الكرة الطريق للإسعاف في هذه الأثناء ولكن سرعان ما عاودوا إقفال الطريق بالمستوعبات كما نرى بعدسة الزميل زكريا الخطيب وطبعا يعني من المفترض أن يبدأ أن تبدأ التحركات عند الساعة 11 صباحا كما سبق وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تحرك دعت إليه أيضا الأحزاب هذا الموضوع الذي يشكل إشكالية بالنسبة إلى المواطنين البعض يقولون كيف ننزل إلى الشارع إن كانت الأحزاب هي من تشارك في هذا التحرك لذلك نحن سنبقى لمعرفة كيف ستكون الصورة في الشارع إن كان هنالك تحرك حاشد أو أن المواطنين لن ينزلوا نتيجة مشاركة الأحزاب وأيضا كيف ستبدو التحركات ليس فقط أمام الاتحاد العمالي العام حيث ستكون النقطة الأولى لانطلاقة هذا التحرك بل أيضا كيف ستكون في مختلف الشوارع وهل سينسحب هذا التحرك إلى مناطق أخرى كطرابلس مثلا أو كالنبطية وكغيرها من المناطق اللبنانية طبعا سنكون معكم في رسائل لاحقة شكرا للزميل غادي بوموسى اللي عم بيفيدنا بكل التفاصيل وكان معنا مباشرة من كورنيش المزرعة وهلأ متابعين مع أخبارنا الفنية ريف عن جديد صباح الخير صباح الخير ساشا شو عنا أخبار فنية بدنا نخبرهم قبل ما تخرب الشارع اليوم عنا مجموعة من الأخبار الفنية بدنا نقوله نحن نرجع نكمل بغير محل الخبر الأول بتعرفي أوقات بتحس هيك يفيل جلتي أوقات أو بتحس بتقولي يمكن أنا وين أو الناس وين وهيك بس أنه عن جد عم بحكي في شيء محبط يعني هي دوامة ما بدها توقف ولا يوم ولا لحظة بدها توقف فيا بدك تاخدي قرار أنا بدي عيش واستسلم أو بدك تقولي لا أنا بدي دلني عم جرب حاول مش يعني بتصيري أنت ديكونكتي خليني أقول بس أنه هي حياة وهيدي شقفة منا كمان صح سمبلي صح. بكل الأحوال ما بدي أعمل محاضرات أنا بس بدي برر ليش أنا هون بعد شوي بالشارع بكل الأحوال بدي بلش بخبر خلينا نقول نوعا ما إيجابي عن مهرجان تبع البنك الدولي بتعرفي نحن صرنا سنتين مقطوعين على المهرجانات طبعا حاليا ما عندنا الإمكانية أبدا أن نستضيف أي حدا من برا لبنان السنة الماضية مهرجان تبع البنك عملوا هيك حفل خلينا نقول أونلاين شاهدوه بس على كل شاشات التلفاز كان اسمه صوت الصمود هذا الحفل كان يعني بالتزامن مع الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير وكمان مرور 250 سنة على ميلاد بيتهوفن هذه الحفلة طبعا شارك فيها مجموعة من خلينا نقول الفرق الموسيقية من لبنان والموسيقيين من لبنان وعرضت أهم أعمال الفنانين اللبنانيين الكبار يعني وأخذت ضجة مع أنه أخذت شوية انتقادات في ناس شوية اعترضوا ولكن أخذت ضجة هذه السنة مرة جديدة قررت مهرجان تبع الباك أنها كمان تكمل وتعمل حفل أونلاين رح تعمل بالأحلى مش حفل مجموعة من الحفلات من كل المعابد الرومانية بعدة مناطق ببعلبك بزحلة بأسرنبا بنيحة وهي مناطق بالبقاع وفيها مجموعة من الأثار الرومانية هذا الحفل كمان مرة جديدة رح بيكون أونلاين بعد ما في له برنامج واضح يتوقع يعني ينعمل مؤتمر صحفي قريبا وينعمل فيه يعلن فيه خلينا نقول عن برنامج هذه الحفلات هل حتكون بس فرق موسيقية أما الفنانين حيغنوا بس المؤكد أن هي بدون جمهور لحد هذه اللحظة هلأ الحلو هذا الخبر عن جد يعني أنه أكيد هو بلد نحن عم ننهار بس أنه على أمل
انه نصمد نوعا ما اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا تنقدر نكمل بهذا الجزء. وهذا هيك بورت ايجابي ساشا انه تبلشي تسمعي انه عم نرجع نستعيد جزء من هذه العافيه اللي لازم نكون عم نقول مرتبط مع اشياء ثانيه، بس انه حلوه الخطوه نرجع نحس انه عندنا مهرجان او عندنا حفله. صحيح. سريعا بتروح لعند الفنانة أليسا اللي صورتها كتير أخذت ضجة بالأسبوع الماضي، حتى الصورة عن جد كتير حلوة، عن جد بتطلع أول شيء بتلاحظة بتقولي هيدي مين، الناس صاروا يعلقوا هيدي أليسا، هيدي يارا، هي شيء كتير حلو طالع بكل بساطة، أو صاروا يعلقوا إذا هذا شيء فوتوشوب ولا حقيقة. بأحد التقارير الصحفية قالوا إنه حاليا ما في جواب على هذا السؤال إذا هذا فوتوشوب ولا عمليات تجميل. الناس ناطرة بس حفل إليسا مع وائل كفوري بالسعودية، وكمان هي على فكرة من بعد سلسلة من الأزمات مع المملكة رح ترجع تغني ب 17 تموز المقبل، والناس ناطرين ليشوفوها لايف ويقرروا إذا كانت إليسا عن جد عملت عمليات تجميل أو هذا شيء فوتوشوب. بس بمطلق الأحوال هذا شيء صورة كتير حلو مبينة هيك كتير حلوة، ملامحها كتير ظابطة، مكياجها كتير حلو، وبالعكس هيك مبينة كتير ناعمة، وبالعكس حلو تعكسي. على كل حال إليسا خليني أقول يعني وقت تعرفنا عليها ب 92 بستوديو الفن كان عندها إطلالة معينة، تطورت كتير وتغيرت مع الوقت. إليسا حدا كان دايما عنده ثقة بحاله، تعرضت لكتير من الأوقات لتنمر ولا انتقادات، ولكن بقيت دايما أنه أنا هيك وقبلوني مثل ما أنا، وبقيت تقول عن جد هيك بقيت تقول أنه أنا ساشا اللي أنا عملته لما تعملوا مثله بعدين بتعوا تنتقدوني، وحلو عن جد الواحد يكون مرتاح مع حاله. على كل حال مش سهل الأزمات اللي قطعت فيها، بتعرفي اوقات كنت هيك انا كمشاهده انزعج لهيك حاسه كيف عم بتعصب، هلا كثير بفهمها وكثير بحترمها، ولا مش سهله تعملي تراجيه بحياتك ومش سهله تكوني هالقد مبينه، وعن جد برافو. سكسس ستوري يعني على كل حال 100% مع إليسا. اوكي بعد من الناس اللي تغيروا اشكالهم، هاني شاكر نشر صوره لقوا عملت هيك شوك للناس على السوشيال ميديا، هذا صابر الرباعي كمان ولا هيدا هاني شاكر، شيء كثير ويرد وصاروا يتساءلوا لحد ما بين الخبر امبارح بليش شو هي هيدي الصوره. لاول مره اقتنع هاني شاكر انه يستعين بمخرج وبستيليست خلينا نقول ويغير شكل للعمل الجديد. قال هو بقى للحظات الأخيرة قبل التصوير كتير متردد ومنه مقتنع بهذا اللوك، ولكن هني أنا عوق أنه أنت لازم صار وقت تطلب إطلالة جديد، أنت فنان صوتك كتير حلو ولكن هيك كتير كلاسيك خليني أقول، فلازم هيك تطلب إطلالة تسهم أنها تغيرك، فهذا على كل حال بداية لعمل جديد. محمد رمضان كمان بالرغم من كل الأزمات اللي عم يقطع فيها أطلق أغنية جديدة بتتناسب مع الأزمة اللي كان قاطع فيها، الأغنية اسمها ثابت، بأول كم ساعة عملت 570 ألف مشاهدة، الكليب كتير جريء وهو اعتبره أنه وفي على فكره كلمات الاغنيه كثير حلوين، بمعنى احنا ما بنمشي حد الحيط لانه احنا بنمشي قدام الناس بكره وقت تصير، هي نزلت نهار الثلاثاء دائما في بوقت ما عندنا ازمه بالشارع بسمعك اياها مره ثانيه، كثير حلوه الاغنيه بس بتدل على شيء جديد. بدي روح سريعا عند هيفا كمان اللي اطلقت اغنيه جديده بظرف 24 ساعه، هي مع الفنان اكرم حسني اسمها لو كنت، باقل من 24 ساعه صارت بالترند بالمرتبه 15 بالعالم، وحصلت على قناتها على يوتيوب مليونين ونص مشاهدة بأول يوم من إطلاقها اللي كان كمان نهار الثلاثاء. هيفا دايما هيك بتعمل هيتات كتير حلوين، لأول مرة أو من بعد غياب طويل عم بتغني ديو مع حدان، كتير عامل ضجة اللوك تبعولها أطلالتها شكلها، عن جد برافو هيفا، حلو الناس هيك بغيبوا لوقت وبيرجعوا هيك بشغلة عن جد تحسيها بومينج يعني خليني أسميها. مع مين بدي خبرك بعد؟ رامي عياش حنخبر خبرية عنه الجمعة الجاي لأنه أنا كتير بحبه وما بحبك نمر عليها سريعا. أوكي. بس بدي خلص بخبرية كتير سريعة لها علاقة برونالدو اللي أخذ كتير ضجة، هي أوت أوف فن، بس تنشوف أوقات الناس اليوم قديش صارت تتأثر على السوشيال ميديا. بتعرفي هلا في كأس الأمم الأوروبية للفوتبول، وكان قبل مؤتمر صحافي لرونالدو بين البرتغال والمجر، كان بمؤتمر صحافي ولما قعد على الطاولة كان في قدامه أنينا كوكاكولا، زيح علينا الكوكاكولا وقرب ضج العالم بهالحاله، ضج العالم فيها، وقالوا انه هذا الشيء خسر شركه الكوكاكولا 4 مليون دولار او مبلغ مخيف يعني، لانه هذا الشيء قشطت 4 مليارات افكتيفلي قشطت اسهم هذه الشركه يعني، لا لازم اعرف شو هو الرقم المضبوط هلا برجع بقول كثير حتفرق. المهم كثير بتفرق لانه لحتى اوكي المهم 4 4 مليارات دولار لانه الرقم كثير كبير. أيه. على كل حال هذا الشيء عمل كثير ضجه، وانه هذه كانت مسج كثير واضحه من رونالدو ما بيتعاطى بالمشروبات الغازيه وانما بيشرب بس مي. بس بدي اقول حقيقه الموضوع قديش نحن وقت بنتاثر، ما في شك انه اليوم حركه من رياضي او من فنانه بس هيك يقرب انين يرجع انين بتغير كل الكونسبت، سببت بخساره كثير كبيره. بس الحقيقه طلعت منها كثير مضبوطه الخبريه، اسهم الشركه كانت قبل بثلاث ايام من هذا المؤتمر الصحافي صار عندها هذا الهبوط البسيط
البيت، بس هذا لحجم شركه بحجمها هذا يعتبر شيء هيك سموث بسيط. يعني كيف انت ضيعتي 3000 بالارض هلا بهيدي الازمه؟ سيم كونسبت يعني 3 دولار اذا كان في يعني قصدي شيء لا يذكر. بكل الاحوال بس ارجع اقول كنت مره جديده عن جد قديش اليوم الفنانين والرياضيين والانفلونسرز عن جد قديش الامباكت تبعولهم قوي على السوشيال ميديا وقد ايه بياثروا بالعالم. بس حتى لو خسر ما خسر الشركه من شركه المشروبات الغازيه مصاري افكتفلي هذا الشيء كثير بياثر بالعالم. يعني الناس ترجع بتفكر انت اوتوماتيك بتقولي انا لازم اشرب مي لازم خفف هيدن بتاثر بمكان ما وهذا الشيء ايجابي المسج. صح واضح. هول كانوا اخبارنا. شكرا لك رفاعي الموفقه. هلا لوين رح تروحي على الارض؟ رح بفتكر على خلده. بتفتكري؟ يس. شكرا لك يعطيك الف عافيه ريف. هلا رح ننتقل لفقره ضيف اليوم. الكبير راح الوديع الصافي عن جد بس نسمعه بنقول الدنيا بعدها بألف خير وهو العكس تماما. بس كنت أنا عم بتواصل مع الأستاذ أنطوان الصافي نجل الفنان الكبير وديع الصافي كان في حرقة بقلبه عن الوضع اللي نحن عم نعيشه وخاصة الوضع الفني وقديش هالمشاكل الراهنة اللي عم نعيشها عم بتأثر على القطاع الفني. الأستاذ أنطوان الصافي اللي ندر حياته لتشهد على رسالة الكبير راح الوديع الصافي كيف اليوم ما عم بيتعيش مع هيدا الوضع؟ وبنحكي أيضا عن مشاركته بلافات دولا ميوزيك هالمهرجان مهرجان الموسيقى. ما نحكي أكثر عن هالتفاصيل بهالصبحية نحن وأستاذ أنطوان الصافي. صباح الخير. صباح النور. صوتكم كتير واطي. أنا بتشكركم سنحتولي شوف وجه الحبيب انت اللي الشاشة حبيب الكل. أستاذ أنطوان عم تسمعنا هلأ عفوا بشكل واضح ولا بعد؟ أفضل إيه نعم أفضل. شكرا للتجاوب السريع. عندكم مهندسين هيك ما شاء الله. أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما عم نشوف نحن بس نشوف الأستاذ الكبير الراحل وديع الصافي بيكبر قلبنا ونقول عن جد يمكن لبنان بعده بألف خير على صوته. أنت شو بتحس بس تشوف هالمشاهد؟ شو بتعود بالذاكرة؟ هو الروح وهو الأصل هو الأصل هو النبع. الله يديم نعمة بالفعل. وذكرت أنه ندرت حياتك لتشهد على رسالته. شو هي هالرسالة؟ رسالة إنسانية بامتياز، رسالة فنية جمالية أخلاقية وطنية. هو سخر الفن لحتى ينشر هذه القيم من خلال الفن. كان دائما يقول نحن الناس بيسمعونا حطينا الناس على منبر بيسمعوا الكلام اللي منقوله بيسمعوا الشيء اللي منقوله. لذلك نحن علينا واجب انه نحن نقدم لهم ما هو افضل. فما هل هناك افضل من الجمالية المطلقة وهذا الكم الهائل من الإبداع وهو اللي رسخ من خلال فنه الهوية الفنية الغنائية اللبنانية. نحن بالمشرق بالشرق ما عناش الطابع الموسيقي للفن على قدر ما عنا الطابع الغنائي. الطابع الغنائي يطغى على الطابع الموسيقي. نحن ما عناش بتراثنا
موسيقى تقريبا، إنما الطابع الغنائي تبلور وتكرر وتصفى وتطور لدرجة لغاية ما وصلنا لوديع الصافي بالقرن الماضي، وهيدا شيء كبير كتير بالتاريخ حصل. ما بعرف إذا بعد رح يحصل هالنقل النوعي، إنما المحافظة على هذا التراث هو كمان رسالة بحد ذاتها، لأنه وزارات الثقافة بالدول العربية أكثرها تخلت عن مسؤولياتها تجاه هويتها الثقافية، وأولهم لبنان بما فيه وزارة الإعلام طبعا. لذلك فنان بهذا القدر بده دولة وراه، بده دولة ترعاه، بده دولة تحافظ عليه وتخليه قيد الإنتاج، قيد الاستمرارية، وهذا الشيء لم يحصل. وديع الصافي كان متروك لوحده، متروك لنفسه يعني من 50 سنة وأكثر لغاية يعني نعم. فأم كلثوم، سيدة أم كلثوم، وهي وعظمتها واللي حققته بالأفلام، يمكن صار في مشكلة بالكونكشن عند الأستاذ أنطوان الصافي، أكيد لا يرجع ويصير جاهز معنا لنكفي باللقاء ونسمع كمان شيء منه ونحكي عن نظرته يمكن للوضع الفني اليوم. ومثل ما عم بيقول لازم نقدم نحن كمان للناس هالفن الراقي مثل اللي قدمه الأستاذ الكبير الراحل وديع الصافي، اللي هو مرجع للفن وهو هويتنا خلينا نقول بالموسيقى وبالفن. أستاذ أنطوان رجعت معنا، عم تسمعنا بشكل واضح هلا؟ عم تسمعنا؟ تمام جد. استاذ انطوان اللي ذكرته كثير اساسي، انه اليوم خلينا نقول الاستاذ الكبير الراحل وديع الصافي هو مرجع للفن ومرجع للموسيقى، ومثل ما ذكرت لازم نقدم للناس ونحافظ على هالاساس بالفن. طب برايك اليوم الناس عم تسمع هالموسيقى الراقيه او هالاغاني الراقيه والراقيه، ولا اختلفت المعادله؟ شو عم نقدم للناس؟ اللي عم يتقدم للناس هو مخالف للي لازم يتقدم. اللي عم يتقدم للناس غوغاء وضوضاء وعبثية وفوضى موسيقية عارمة. أنا وين بفتح أي إذاعة الكان، بفتح إذاعة اليونان، بثلاث ثواني بعرف حالي باليونان، بفتح إذاعة تركية بثانيتين بعرف حالي بتركيا، بفتح الإذاعة اللبنانية لفترات سنين طويلة مرات 3 أيام ما بعرف حالي أنا بأي بلد، وهكذا بالإذاعات الخاصة كمان. أنا مش عم بخصص الإذاعة اللبنانية فقط، فهذا منهج لازم يتغير. لازم الإذاعات تنشر هذا صوتي. أي بدي أقول لك رجعنا إلى بيروت بصوتك. خلينا نسمع شي لايف منك، مع أنه عم بدهمنا الوقت نجرب نستفيد. اسمعوا هادي يلا، ها بتكفي. على كل حال أستاذ أنطوان كمان لك مشاركة بمهرجان الموسيقى بعيد الموسيقى، شو رح نقدم بهيدا المهرجان للناس؟ الله على هالمقطع شو حلو. شو رح نغني غير لبنان يا قطعة سما؟ يعني بتصور رح تكون من أمتع الأمسيات، رح تكون بمهرجان عيد الموسيقى، نرجع شوي بالحنين للأيام الحلوة والزمن الجميل للبنان بصوتك الأستاذ أنطوان الصافي. مبين قديش مستمتع كمان باللي عم تسمعه، وأنا أكيد الناس رح تستمتع بهذا الشيء. كلمة أخيرة بتحب تضيفها بهذا اللقاء غير الصرخة اللي أطلقتها بأول لقائنا واللي ذكرت أنه لازم ننتبه على كل شيء نحن عم نقدمه للناس وعم تسمعه؟
الأجواء الحلوة أكيد مكفين بأجواء بعد أحلى. بدي أتشكرك أستاذ أنطوان الصافي على هالمداخلة الصباحية، واللي بس توصلت معه قبل كان في حرقة بقلبه عم بتحز أنه اختلف شوي الوضع الفني اليوم، ولكن إن شاء الله أكيد بنرجع على الأساس. وموفق بمشاركتك بمهرجان عيد الموسيقى رحلة الكونكشن. كنا بنتشكر مباشرة على الهواء وناخد كلمة أخيرة منه. على كل حال شكرا على هالصبحية. رجع معنا قبل ما توقف فاصل أستاذ أنطوان. إيه نعم نعم. بدنا نتشكرك لايف وكلمة أخيرة منك. ستنا ساشا، أنا بتشكركم على تسليط الضوء على أفراح لبنان. لبنان بي عنده موال بيقول لبنان عز الدنيا المعجوب بالألحان، رقص بنات السما مرجع عليها. لبنان كان عرس الدنيا، عملوه مقتم، عملوه مقتم، اتفقوا عليه، وهالوطن الصغير عملوه مناحة، عملوه جنازة بالفعل. في وجع كبير. نعم نحن لا مش هيك، نحن سبب الفرح، ونحن نبع الأفراح، ورح نضل كذلك رغم كل المآسي. صح. الحياة لازم تكمل، وشو في أحلى من الفرح يواكب الحياة بالفعل مع هالكلمة الحلوة بالذاكرة. تسلمي. الحزن بيضل بالذاكرة ونبني عليه ونتعلم منه، وهو جزء من وفائنا للي سبقونا. إنما ما في شيء بيكمل وبيجمل الحياة إلا الفرح بالحياة، الفرح إنه نكون على قيد الحياة، الفرح إنه الناضل لأجل الحياة. الحياة بتستاهل النضال، ولبنان بيستاهل النضال، بيستاهل، لأنه إنسانية. صح. عبر التاريخ. صح. شكرا لك استاذ أنطوان الصافي على هالمداخلة الصباحية. تحياتنا لك، الله يخليك ويخلي لك عائلتك، واكيد موفق بكل الاعمال القادمة والحفلات اللي عم بتقوم فيها. شكرا لحضورك معنا. قبل ما نروح على فاصل، مثل ما عم نشوف مباشرة قطع اوتوستراد خلدة بالاتجاهين حسب ما عم نشوف من قبل محتجين ومتظاهرين، مثل ما عم نشوف مباشرة على الشاشة مباشرة من جسر خلدة. أكيد رح نواكبكم بكل التفاصيل مع الزملاء، ونتابع كل هالتحركات اللي عم بتصير. رح نتابع بفقراتنا، وأكيد بنرجع للأجواء الحلوة وللإحساس بعد الأجمل مع ضيف اليوم. كل ما نسمع أغنية بتدق فينا وبأحاسيسنا وبمشاعرنا، بنعرف إنها بتكون من توقيع الملحن والموزع الموسيقي والفنان صلاح الكردي. الأكيد رح نترافق أنا وياه بهالصبحية سوا مباشرة على شاشة الجديد. وبصباح اليوم يسعد لي صباحك صلاح. بونجور لك ساشا ولكل مشاهدينك. أهلا وسهلا فيك. يعني للأسف كنا عم نشوف هيك إذا بدك مشاهد عن الاحتجاجات اللي عم بتصير بشوارع بيروت. بدي أعرف تعليقك عن هيدا الموضوع كمان كمواطن مش كفنان. نحن الفنانين أكثر شيء يعني متأثر بهذا الشيء، لأنه يمكن أكثر شيء نحن بعيد عن السياسة وعن هيدا الأمور. شيء موجع جدا الواحد يشوف بلده عم بينهار، او اذا ما انهار كومبليت ان شاء الله يا رب بيرجع بيوقف. شيء موجع جدا، يعني ما في شيء بوجع وبيضايق روح المواطن العادي وروح الفنان بشكل خاص اكثر من هالمناظر للاسف. صحيح، والفنان بيتاثر كمان اكثر من غيره بهالاوضاع اللي عم بتصير، وخاصه يعني اذا بدنا نحكي عنك صلاح يعني كملحن ومؤلف، بدك كمان مزاج حتى بالفعل تقدر تبدع وتطلع هاللحن معك. الكل يعني انا وزملائي اللي بيشتغلوا بهذا المجال الكل تعبان، وبنفس الوقت على شو نحن وي كانت كومبلين، يعني انه على شو انا هلا بدي وغيري اكلها اكثر مني مليون مره. فبحس اوقات اني انا بخجل يمكن غني او اقدم اغنيه بهالوقت، او اني فكر وفي ناس وضعها بهالطريقه وكلياتنا بالهوا سوا، يعني فبعتقد
ما بعرف شو بدي اقول، بس شيء جدا جدا صعب، جدا صعب، بس دائما في امل، بس مش امل كذاب. والله بتعرفي شو الانسان، بتعرفي باي مصيبه بيعيش فيها، باي مرحله بيمر فيها، ما في الا الامل هو الشيء اللي بيخليكي انه صامده ومتامله انه بكره. بس ما بعرف، كانوا انسرقوا حتى الامل، كانوا انسرقوا. يعني ان شاء الله على كل حال بتكون ان شاء الله يا رب، املنا بالله كبير وعملنا ان شاء الله. صح، امل كذاب مثل ما كنا عم نسمعها هالاغنيه الجديده، خلينا نقول بدنا نقول لك الف مبروك هالاغنيه الرومانسيه اللي تعودنا على هيدا على هيدا النمط من الاغاني او هيدا النوع من الاغاني الخاص فيك كصلاح الكردي. خبرني شوي قديش انت راضي عن هالاغنيه. كل غنية بقدمها كان عن طريق الغناء أو الكلام أو اللحن بكون راضي منها، لأنه طالعة مني بالنهاية. بتعرفي بهالظروف اللي نحن فيها بنرجع كمان اليوم المزاج، المستمع مزاج الناس شوي حساس صاير، وصاير الإنسان خلقه ضيق بالأساس. إنه فكرة عن أمل كذاب، عن علاقة معينة، الغنية من كلمات وألحان توزيع مارك مانجي طبعا، الإخراج للصديق سام حيال. الحمد لله يعني نوعا ما رضيان عنا، وان شاء الله الاعمال القادمه كمان تكون تاخذ نفس الرضا واكثر ان شاء الله اكيد. والكليب من توقيع مثل ما ذكرت المخرج سام كيال اللي ابدع خلينا نقول بهالمشاهد بالكليب، وحتى يعني كان عم بيقول انه احساسك كان كثير عالي كمان بالاداء انتم عم بتصوروا. هذا من ذوقه سام، شاتي فيه مجروح صديق وخي وحبيب، وهو والتيم تبعه صراحه ما تفاجأت لأني بعرفه، بس الحمد لله كان الشغل كتير منيح. هو هيك قال بشكره، بس أنه أنا عم بحس بالغنية لأنه الكلام طلع مني واللحن، فحسيت أني أنا يمكن عم بعيش الفكرة اللي كنت متخيلة. صحيح، الحمد لله it was a great experience. يعني مين غيرك ممكن يعيشها لأنه طالعة منك، يعني من قلبك خلينا نقول. الحمد لله. فينا نسمع شيء صلاح منك؟ فينا نسمع، دائما فينا نسمع، بس يلا شو عبالك تسمعنا؟ شو بدي اسمعك هلا بهذه الظروف بهذه الايام؟ شو المود؟ بتعرفي انا ما بس بدي اغني او اعمل اي شيء بدي اكون صادق فيه، هلا ماني صادق. من الصادق يعني اكيد. طب حلو حلو هيدا الشيء، الصدق بالاحاسيس وبالمشاعر، من هيك يعني خلينا نقول صلاح الكردي ناجح بالاعمال اللي بيعملها لانه هالقد حقيقي واكيد بتوصل للناس. طب خلينا نشوف هيك مقاطع من الاغاني بما انه مش قادرين نغني لايف وبنرجع نسمع. رح ترجعي يعني بعدها هيت لهلا وبعدها الناس بترددها ومعلقه بهالاغنيه، يعني شو سر نجاحها؟ صراحه ما بعرف صراحه سر، لانه بعدنا لهلا الارقام على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا وتاجز، كانه الاغنيه بعدها نازله الحمد لله. عن جد كأنه الأغنية بعدها نازلة مثل ما قلت. كلمات شنو يا ولي هي والنجم الصديقنا هيدا، كأنه الكونكشن عندك صلاح مش كتير واضحة، ما قدرنا نسمع بشكل واضح. طب خلينا نسمع شيء تاني بركي رجعت زبط الكونكشن. Thank you.
هيك شوي بالباك جراوند، لكن يعني نسمعنا شوي صلاح الكردي بصوته. اللي بيتابع اصلا هالحفل صلاح الكردي يغني قادم الساهر بيشوف الناس قديش تفاعلت مع الاوركسترا معك ومع صوتك وادائك، قديه حلو هيدا الشيء كمان نشوف فنان عم بيغني لفنان اخر وكبير مثل القادم الساهر. والله اول شيء هيدي الاوركسترا العربيه الوطنيه بامريكا بوجه لهم تحيه، والشيء جدا بيعني لي لانه اصلا انا يعني احد الاشخاص اللي كانوا اساسا سبب اساسي بتغيير او بنقل لهالحياه الموسيقيه هو الفنان الكبير كاظم الساهر. وكانت الصدفه انه انا كنت يمكن بذات المسرح معه قبل ما فوت على الدومين الفني بهيدا المسرح بنفس الحفل يعني تقريبا. حلو، هلا عم نسمع شوي كمان. صلاح خلينا نحكي شوي عن تعاونك مع الفنانين، اسماء كبيره تم التعاون معهم، شيرين عبد الوهاب، صابر الرباعي، يعني فنانين كتار، بس اللي صار يعني الهيت خلينا نقول يا بتفكر يا بتحس لشيرين، هل بترجع ممكن تعيد التجربه مع الفنانه؟ ما عندك خوف انه هالتعاون الثاني ممكن يكون اخف او اقل نجاحا من التعاون الاول؟ صراحة أنا يعني صدفت وتعاملت يمكن أكثر من مرة مع بعض الفنانين منهم، وائل جسار ولا إليسا ولا بعض الأسماء الأخرى من النجوم، كانت التجربة ناجحة جدا. بس أنا دائما بتهرب من 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 التكرار، لأنه بحس إنه إذا نجحت بهيدا الكم مع فنان مش قصة بخاف، بس إنه بحب حافظ على هذا النجاح، إلا إذا كنت توفقت بأغنية أو كان عندي إحساس بيخليني أختم على هذه الخطوة. قصدك تكرر يمكن من نفس اللون الغنائي أو نفس النمط ولا لا؟ هو تكرر التعاون بحد ذاته مع الفنان. يعني إذا ما كان عندي أغنية إحساسي فيها يعني إيماني فيها لدرجة بحس أنه لا بدي أجل التعاون ليكون عندي شيء مأمن فيه لدرجة كبيرة أنه يكون بضاهي النجاح الأول. حلو، مأمن فيه ومراهن عليه كمان. بالضبط، لأنه الشعب الناس تغري بطبيعية بتقارن هي مثل هيديك أو هي أحلى من هيديك، فبفضل أنا أني اشتغل على الأغنية كأغنية اتأكد منها أو يكون أقرب ما يمكن للإيمان بنجاحها وأقدمها إن شاء الله. صحيح، وسبق وأكيد يعني سمعنا كتير تترات لمسلسلات كانت كمان من توقيعك، أكيد تبعت المسلسلات وتبعت تترات المسلسلات الرمضانية، في شيء هيك لفت لك نظرك؟ مش لفت لي نظري، كتير حبيتهم. أنا اشتغلت يا رايك، اشتغلت كراميل، اشتغلت ورجوري، اشتغلت يا داني كمان بصوت النجم معين الشريف اللي هي كمان كلمات أستاذ علي مولى، ويا بتفكر يا بتحس. بس هيدا الموسم كتير أغنية الفنان زياد برجي حلوة، أغنية مين كمان أغنية نصيف كانت حلوة، هلا مؤخرا أغنية وائل ما شاء الله مكسرة الدنيا، كلهم حلوة، أغنية نانسي كمان حلوة. يعني مثل ما بنشوف كان في تترات يعني بنفتخر اكيد فيها. وعلى اللي ذكرته كمان بالنسبه لاغنيه يا ديني للفنان معين الشريف، امبارح شفنا الفنان وائل جسار عم بيغنيها على طريقته. صحيح، تفاجأت انه اول شيء بوجه له تحيه للفنان وائل ولمدام توميرال كمان، عملت تاج وانصدمت لانه هيدا اللون انا اول مره سامع وائل عم بغنيه. كان سبق وائل الشرف عملت مع وائل بجبال ما بتلاقوا باغنيته بتساليني، فهلا رح دق بوائل بركاني بفوت على هيدا المود شوي صغير. ممكن نغير شوي هيك اللون. مش غلط. في تعاون كمان قادم مع مجموعه من الفنانين ومن الفنان سعد المجرد اللي بتربطك صداقه اكثر من هي اخوه، مع انه سبق وذكرت انه بالوسط الفني انت منك كثير مقرب، خلينا نقول من الفنانين عندك عالمك الخاص. مش قصة يعني مقرب بالاحترام بالتعامل، بس انه بالعلاقة الحميمية اليومية مع الفنانين لا، ومش لسبب سيء، لانه مثلا انا ما بدخن، انا ما بحب الظهرات كثير يعني، ففي كثير اشياء بالحياة كبراكتس يعني ما بتجمعني فيهم، بس اكيد بحبهم ودائما على اتصال. سعد صديق وخي عزيز، عم نحضر مع بعض اكثر من اغنيه سعد المجرد،
وكمان في تعامل مع الفنان وائل جسار، الفنان طبعا حافظ الألقاب لكل صابر الرباعي، أصالة، نوال كويتية، رضا، الفنان معين شريف، سعد رمضان، إن شاء الله ما كنا ناسي حدا. في الفنان ماجد المهندس كمان حسب ما عرفنا راح يصير كمان عارف. وكمان عم نشتغل على أغنية الفنان الكبيرة ماجد الرومي، إن شاء الله يا ربك يجي عنا الوحي مثل ما بيقولوا ونخلصها على خير. اسم الله عليك يا صلاح الكردي، على كل حال انت بتستاهل، وهيك بدنا اغاني على يعني القدر والقيمه، خلينا نقول لانه اشتقنا نسمع هالاغاني الحلوه. وتحيتنا كمان لادم ورامي اللي عندهم صفات من بيهم، صفات فنيه. هلا انا يعني طيارتي بعد بكره طالع على امريكا، ورح جيبهم على المان ان شاء الله، وبركيني بحق هيك لانه اثنيناتهم عندهم، واحد بيركب بيتس يعني بيركب ايقاعات، والثاني بيغني فلسفه. ورامي صوته حلو هيك قالوا لنا، رامي صوته حلو. رامي صوته حلو صحيح صحيح. الله يخلي لك هن يا صلاح، ونحن بنعرف انه نجاح الفنان بيكون نجاح على شقين، ان كان بالفن او على الصعيد الفني وحتى بالعائله. تحيتنا لك، شكرا لهالمداخله الصباحيه. صلاح الكردي كان معنا مباشره بصباح اليوم، موفق بكل اعمالك القادمه، اهلا وسهلا فيك. شو بدي سميكن؟ دولة العهر، حكام الزبالة، ما خليته خي حد خيه، ما خليته ولد بحضن أهله. فرقتونا، جوعتونا، زليتونا، يعني زل أكتر من هيك ما بقى فيه. أنا بسببكن اليوم عم ودع سندي خي فالل، وتارك ولدين أطفال ما بيتعدى عمرهم السنة، فالل اللي يأمنوا المستقبلهم برات بلده، بعد عنا، تركنا، مسافر. الله لا يوفقكم واحد ورا التاني، الله بياخدكم إن شاء الله بتروحوا بحرق، إن شاء الله الله بيصطفل فيكم يا كلاب. حلوا عن سما ربنا بقى، حلوا عن سما ربنا بقى. هالصرخة وهالوجع من المواطنة مريان سعادة اللي ودعت خيها، واللي الهجرة عم بتدق كل باب وكل بيت لبنان اليوم، يعني ما فينا نشوف عائلة لبنانية إلا ما يكون في فرد من أفرادها أو أكثر مغربين. والمشهد اللي بيوجع أكثر وهون للسياسيين والمعنيين اللي هن ما فارقة معهم، إذا بتنزلوا على المطار بتشوفوا المشاهد قديش بتبكي. كل بي عم بيودع ابنه والدمع على خده، ما عارف ايمتى بيشوفه. ليش؟ ليش نحن بدنا ندفع الثمن؟ ليش نحن بدنا ننظلم؟ ليش عم بتغربونا بالقوة مش من إرادتنا؟ والمشكلة انه حتى نحن وعايشين ببيوتنا بنحس حالنا متغربين ومغتربين عن هالبلد، لأنه البلد بطل يشبهنا، لبنان بطل يشبهنا، بطل لبنان الحلم، لا، ما عم بتخلوا طاقة من هالشباب، ما عم بتخلوا حلم إلا ما عم بتدمروه. صرخة مع مريان سعادة رح نسمعها كمان مباشرة بصباح اليوم، لأنه غير الشق الفرح والموسيقي كمان في شق بيوجع، ونحن ناس واقعيين، وهيدا الواقع اللي عم نحكي عنه ونحط إصبعنا على الجرح، بس بدكم مين يسمع. صباح الخير مريان. صباح النور. يعني شو بدي أقول لك؟ مثل ما ودعت تلاقي، شو بدي أقول لك؟ راح عم بينبش على حلمه، عامل الصح، هيدا اللي بنسمعه منيح، الله يوفقه، خلص من هالمشاكل، نحن اللي معترين باقيين بهالبلد. الهوى إلك مريان. معك حق، يعني أنا يمكن اختصرت كل اللي بدي أحكيه بالفيديو يلي نزلته، عفوي صراحة. يمكن نزلته من حرقة قلب. يعني كانت كل ما عم تقرب المسافة على المطار، كل ما أنا قلبي عم يعصر أكتر، وعم حس إنه خلص هو هلأ راجع وما بقى في رايح وما بقى ما بقى رح يرجع، يعني خلص راح. واللي بيوجع لك قلبك أكتر لما تشوفي بي عم بيودع ولدين وبيبرم والدمع بعيونه وبيقلك هول أمانة، انتبهولن. أصعب شيء بالحياة تخسر سندك، خيك، رفيق طفولتك، يعني الكتف اللي انت بتبكي عليه. يعني شو بدي اقول لهم؟ شو بدي اقول لهم؟ الله لا يوفقكم، ان شاء الله الله بياخذكم. يعني هول مزبله التاريخ، هول منهم حكام، هول ما بحسوا بحدا،
عالم ميت جوع على الطريق، عالم عم تنزل زلة الكلاب على المحطات لتعبي سيارتها بنزين، وبزلوك بقولوا لك ما بنعبي لك اكثر من 10 20، وانت بالنطره اللي انت نطرتيها على الترومبا بتكوني صرفتيهم دجا اصلا للعشرة والعشرين. حليب، تعرفي كم قديه عم ننسأل اذا موجود حليب؟ انا من السوار، اذا معقول يكون في حليب لاطفال؟ اهالي عم تبكي ما عندي طعمه اولادي، ما عندي حليب. شيلوا الدعم عن الحليب، شيلوا الدعم عن الدخان، شايلين الدعم عن الحليب. طيب العالم كيف بتطعمي اولادها؟ الدولار طلع، المعاشات بعدها مثل ما هي، العالم خسرت اشغال. انا من العالم اللي انا خسرت شغلي، خسرت محلي، اسست 15 سنه لشغلي، فجاه من بعد ثوره 17 تشرين خسرنا الشغل. شو بعد بدنا نقول؟ شو بعد بدي اقول لك؟ قاعدين بكل عين وقحه، قاعدين مرتاحين هن اولادهم، بيروحوا بيجوا بيسافروا بيسيحوا، عم ياكلوا عم يسهروا عم يظهروا، والعطر على هالشعب المعطر يلي معاشه هلا ما بقى يسوى، ما بيسوى 100 دولار، لانه الدولار هلا كل ما قاله عم يتصاعد وعم يعلى. يعني ان شاء الله هيدا الصرخه اللي انا صرختها من يومين هو خيي مسافر تكون وصلت او اثرت بقسم من العالم للعالم، ولانه العالم تبنجت انتفضوا انزلوا بعون ببلاد برا كبوهم بالزباله بحاويات الزباله. شو بعدكم قاعدين تعملوا؟ تبنجتوا؟ تعودتوا على هيدا الوضع؟ هيدي المشكله بلبنان. صحيح. انه العالم تعودت. اللبناني بيتعود وبيتاقلم بسرعه، وهيدا اكبر غلط وما لازم يصير. على كل حال مريان، شكرا لهالمداخله الصباحيه، بس عن جد الفيديو اثر فينا كلنا، وان شاء الله ياثر بالمعنيين. يعني ان شاء الله كلامنا ما يكون هيك على الفاضي. وهون بدي اتشكرك اكيد، شكرا لك مريان. وهون بالختام صباح اليوم، يعني مثل ما جاوبنا واجبنا كمان ننقل الفرح، بس هيدا الواقع اللي عم بعيشه كل لبناني وكل مواطن اليوم بهيدا البلد اللي بنموت فيه وعم نموت فيه، بس لأيمتى ما حدا بيعرف، وغير ربنا ما حدا بيعرف، والله كبير. وكل شخص عم بيأذي الشخص الثاني وعم بيأذينا وبالقوة عم نتغرب وغصب عنا في له حساب. شكرا لكم، الخميس الجاي بنرجع نلتقي، انتبهوا لي على حالكم من هلا لوقتها، وبشوفكم بألف خير. وهلا بنتقل لعند الزميلة كلارا جحا.